السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم متابعي قناة روتانا، نحييكم في هذه الأمسية الجميلة ويسرنا أن نفتح معكم صفحات جديدة ومتنوعة على مدى الساعتين القادمتين في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. عناوين ومواضيع هامة من حياة المرأة والأسرة نقدمها في حلقة اليوم، لكن قبل ما نستعرضها مع بعض مشاهدينا أمسي على زميلاتي في جدة جيهان وخلود. مساء الخير. مساء الخير ميسا، مساء الخير مشاهدينا مشاهدي روتانا خليجية. أرحب بكم أنا جيهان حداوي في برنامج سيدتي، حلقة جديدة اليوم من استودياتنا في جدة، وأمسي على زميلتي خلود. خلود كيف حالك؟ مساء الخير جيهان، مساء الخير ميسا، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم سيدتي. في حلقتنا لهذا اليوم نتناول موضوع مهم للغاية، وهو اكتشاف ما هي أكثر الأشياء التي يكرهها الرجل في المرأة. كما ذكرت موضوع مهم للغاية، هذا بالإضافة إلى مواضيع مختلفة وتقارير وأخبار متنوعة. اسمحوا لي أن أنتقل مرة أخرى إلى زميلتي ميسا في الإمارات لأرى ماذا لديها. إيش عندك يا ميسا اليوم؟ عندنا موضوع خلود عن المراهقة، راح نتحدث اليوم عن هذا الموضوع وما هي أفضل الطرق لمراقبة تصرفات المراهق دون إشعاره بذلك. عموما مشاهدينا لدينا مواضيع اجتماعية وصحية وفنية متنوعة، لكن دائما نبدأ معكم مع أبرز العناوين. تشاهدون اليوم في سيدتي، الأنوثة تنافس الرجولة في عالم الفروسية، أزياء المشاهير تحت المجهر من مهرجان تايكي في الأردن، أشياء قد يكرهها آدم في حواء، شراكة بين روتانا وفولكسفاجن يزفها وائل كفوري، ومحطة أسبوعية جديدة في رحلة استكشاف الذات مع هالة كاظم. مرحلة المراهقة كثر الحديث فيها وكثرت الدراسات التي تناولتها في علم الاجتماع، ولكن هناك دائما إجماع على أنها مرحلة تحتاج للعناية وتحتاج طبعا للرقابة. فإذا مشاهدينا، لماذا يحتاج المراهق أن يعيش في بيئة تخضع للرقابة، وما نوع هذه الرقابة، وما الفرق بين الرقابة والمراقبة؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع تحديدا، نحاول أن نرد عليها من خلال برنامج سيدتي، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. اختلف الكثير في طرق متابعة المراهق ومراقبته، علما بأن مرحلة المراهقة من أخطر المراحل في حياة الشباب والفتيات لما فيها من شدة الانفعالات واكتمال تكوين الشخصية، والناشئ في هذه المرحلة يحط به سلوكيات متنافرة من حب الفضول وفوران الشهوة وإثبات الذات والأنانية واللامسؤولية، ويختلف ذلك من ناشئ لآخر. ولذلك على الأب والأم تقع المسؤولية الكبرى في تربيته وتوجيهه بجهود مضاعفة من المتابعة والصحبة والتوجيه والإرشاد والرقابة. ولكن كيف تكون هذه الرقابة، علما بأن كل ممنوع مرغوب؟ إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة من الرياض الدكتور خالد البيشي، باحث ومستشار اجتماعي. أهلا وسهلا بك دكتور. يا أهلا وسهلا ومرحبا وفيكم، وكل عام أنتم بخير أختي الكريمة وجميع من يشاهدنا يسمعنا. وأنت بخير إن شاء الله. دكتور خالد، يعني إحنا بنتحدث الآن عن مرحلة جدا حساسة هي مرحلة المراهقة. ليش هذه المرحلة تعتبر حساسة، وليش في حولها دائما يعني أسئلة وتساؤلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء لست بدكتور، ثاني شيء بالنسبة للموضوع الأزلي المتجدد الذي حقيقة يطرق جميع المجتمعات دون استثناء، ألا وهو مرحلة المراهقة ومرحلة الحساسية المفرطة لدى المجتمعات وتحديدا المجتمعات العربية. لو أتينا على تعريف المراهقة، ما هي المراهقة في الأساس؟ كثير من الناس لا يعلم ما هي المراهقة. حقيقة المراهقة مأخوذة من إرهاق الشيء،
الشاب أو الشابة لابد في يوم من الأيام في مرحلة حياته أن يتغير ويتطور من مرحلة سنية ومرحلة بدنية ومرحلة نفسية إلى مرحلة تعلوها تسبقها. يصحب ذلك تغيرات نفسية بدنية جسمانية أيضا فكرية، فهي مرحلة نضوج ومرحلة تفرق بين الطفولة وبين الرجولة، فيكون هناك صراع نفسي شديد جدا. علاجه أن يكون الوالدين قريبين تمام القرب من أبنائهم سواء الذكور أم الإناث، من كلا الوالدين حقيقة. لا تكمن المسؤولية على الوالد فقط أو الوالدة، أو حتى بعض الأخوة الكبار ممكن أن يشارك في رسم الطريق دون الإجبار دون الإكراه دون إساءة الظن. فالأبناء حقيقة نعلم أنهم حساسون. نعم. طيب من مقصود بالرقابة دكتور؟ يعني هل هي مقصود بها المراقبة؟ من نطيق أنه يكون الواحد مراقب في تحركاته في تصرفاته؟ جميل جدا. حقيقة هناك خلط كبير جدا في هذه المسألة الغاية جدا في الحساسية، ألا وهي المراقبة وإساءة الظن. ولعلنا نستشهد بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يقول الله تعالى كنت أنت عليهم فلما توفيتني كنت أنت عليهم الرقيب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم في حياته كان شاهدا عليهم، ما دمت فيهم كنت شاهدا عليهم، أن الرسول كان يشهد على الخلق. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم صار الله الرقيب. نلحظ من هذه الآية الكريمة نستنتج أن الله هو الرقيب ليس الوالدين. أنت شاهد، الوالد أو الوالدة أو الكبير في السن شاهد ومراقب بطريقة جميلة، لا تجرح لا تسيء لا تخون المراهق لأنه حساس جدا، فلا تتذهب الأفكار السلبية. وهذه مرحلة شئنا ما أبينا لابد يقينا أن يستكشف الطفل أو المراهق، يستكشف العالم الآخر من طلعات من خرجات من كشتات كما يقال بالعامية، من أصدقاء جدد، من مواقع إلكترونية خافية عنه، خصوصا إذا تربى بين كبت شديد لابد أن ينفذ إلى تلك المواقع. ولكن هنالك فرق كما أسلفنا في أنك تراقبه، وهذه الرقابة خطيرة، وأنك تشاهده من بعيد توجه من بعيد تتبسم إذا رأيته خرج أو انحرف عن المسار تهدي هدية. طب هل هذه الرقابة يعني هي أنواع برأيي يعني حسب ما فهمت من حديثك، هل هذه الرقابة بتكون بحضور الأهل أو بغيابهم، بتكون في المدرسة في المنزل في المول في الأماكن العامة في الشارع مع الأصدقاء، كيف بتكون هذه الرقابة؟ حقيقة الرقابة ليس لها نوع محدد حقيقة، ولكن هنالك نوعين، الرقابة العامة والرقابة اللصيقة. أما أن نحدد أنواع الرقابة في مول في بيت في استراحة، لا تحدد حسب رؤيتك لذلك المراهق. إذا رأيت طبعا المراهق تفرق من شخص لشخص آخر، إذا رأيت أنه مثلا ابنك على النت من الخطأ الفادح الفاحش أن تراقب بعد أن ينصرف ويشعر، معناته هذا تخوين. وكذلك والأشد حساسية البنت أيضا، مراقبة الجوالات هذا خطأ فادح فاحش كبير، أن تأتي تراقب زوجتك على الأرقام المتصلة الصادر واردة وهي بريئة. هذه رقابة الزوجة حتى لو ما كان مراهق، هذا موضوع ثاني دكتور. هذه الرقابة في الدم تكون في دم الزوج، لكن يندرج عليه البنت. نعم. لكن البنت أيضا حنوصل للفرق حتى بين الرقابة على البنت وعلى الولد. خليني بس أسألك، هل يحتاج المراهق رقابة أكثر ربما من الطفل؟ يعني حتى المراهقين دائما لما تيجي تراقبهم او شيء فيقولوا لك لا انا من الطفل ليش بتراقبني. يا سلام عليك، فعلا هنالك حساسيه مفرطه لدى المراهق. نلحظ ويمكن تشاركيني اخت ميساء. نعم. ويشاركني كثير من الناس، كنا نحن نتكلم عن انفسنا في مرحله المراهقه، لا تقول لي طفل، لا تقول لي يا ولد، لا انا كبير انا اقدر اسوق السيارات، لا حاول انك تكبرني. ونلحظ ذلك في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم حينما كان ينادي الصغار بيا ابا فلان يا ابا فلان، ما فعل النقير يا ابا النضير، هذا رفع معنويه. اما ان تقول طفل وتراقبه يشعر بنوع من الانزعاج، لكن هناك رقابه او ارشاد ضروري جدا الا وهو الارشاد الخطير عند سياقه السياره. إذا كان يقود السيارة وهو مراقب يسرق المفتاح
دون نعم. علم الوالدين، فهذا يجب أن يراقب، ولكن برقابة أيضا لا تسيء. طب هذه هل المثال دكتور أنت حضرتك طرحته غالبا بيكون بسبب نظرة المجتمع للولد والبنت، وحضرتك كمان ذكرت بأنه الرقابة على البنت ربما تكون مختلفة عادة عن الرقابة على الولد. تفرق. الأولاد أحيانا بتصير من وراهم مشاكل أكبر بكثير من المشاكل اللي بتصير من وراء البنات، ومع كده البنت الرقابة عليها أكبر بكثير من الرقابة على الولد. هذا صحيح وحقيقة دون أدنى شك أن هنالك يقع نوع من الظلم. نعم نعترف بهذا الشيء، والاعتراف بشيء ونقد الذات ليس عيب يا أخوان. ليش عندنا حساسية من انتقاد أنفسنا؟ هنالك جور على البنات، جور على النساء، جور على العنصر النسائي ونظرة سيئة. يا ناس يا جماعة الخير، يا من يسمعنا، أوصى الله وأوصى الرسول وأوصى جميع حتى غير المسلمين بالرفق واللين والاحترام لدى الأنثى. يكفينا أن الجنة بعالي مقامها تحت أقدام الأمهات. الأمهات هذول من فين؟ إناث. والرسول قال من توصف عن الحديث من رزق باثنتين أو ثلاث وأحسن تربيتهن وزوجهن وكساهن كنت أنا وفي الجنة كهاتين. حقيقة هنالك نظرات سلبية توجه للفتيات بسبب قد نكون منطقيين والخطأ حاصل وارد، قد تخطئ سين من الناس، لكن لا نعمم، لا ننظر أن المرأة ضعيفة وأن الشيطان قريب منها وأنه حبائل الشيطان كما قال. لا يا أخي الكريم، أنت تجرح أمك وتجرح أختك تجرح زوجتك. لا، الأصل في شيء إحسان الظن إلى أن يثبت عكس ذلك. حتى في الدين ما يسمى بالتثبت والبينة. نعم، لكن إن زل فلان من الناس، نعم الرجل تحميد كرته، وفي المثل الشعب يقول الرجال يشيل عيبه بجيبه، وهذا خطأ. نعم. خطأ فاحش يا أخواني أخواتي، لا بد أن نكرم المرأة، لا بد أن نحترم المرأة. طيب خليني أسألك، والمجتمع ما زال ينظر. خليني أسألك بس دكتور عشان الوقت، عن المراهق اللي ينشأ في بيت منفصل، يعني منفصلين فيه الأزواج والأم والأب، أكيد راح يكون كمان الرقابة تكون عليه يعني ربما أخف عادة من لأنه خصوصا لما يكونوا اثنين منفصلين يصير واحد يدلع الولد، كل واحد يدلع من ناحيته، فأكيد هذا كمان بيكون المراهق أصعب. قبل أن يكون هنالك يعني وضع للمراهق أصعب، هذه قنبلة وهذا دمار وهذا تحطيم للمجتمع ونواة المجتمع. الطلاق ويحتاج لحلقات حلقات، لكن لا نريد أن نخرج من صلب الموضوع. الطلاق والتفكك الأسري كفيل بأن يهدم جميع الأبناء وجميع الفتيات، إلا من رحم الله إذا كان هنالك تعقل عفوا، إذا كان هناك تعقل من الزوجين حتى المطلقين، إذا كان هنالك وعي فقد ينشأ إلى حد ما مستقر. أما إن نشأ الأب في جهة والأم في جهة، وقد يكون هذه المصيبة والأذى يكون الزوج والزوجة موجودين متلاصقين إلى حد بعيد وبينهم بيت يجمعهم، ولكن طلاق نفسي، طلاق روحي، طلاق عاطفي، الأبناء في جهة، البنات في جهة، قد ياوي الأب للذكر، وهذا خطأ فادح فاحش كبير. والرسول يقول اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. بالعكس يجب أن ترحم البنات أكثر، البنت ما تأخذ حقها إلا بدموعها، لكن الشاب فترة ويستقل عنه. فتوافق الوالدين كفيل بأن تمر المراهقة بإذن الله بنوع من اليسر وبنوع من الهدوء وبنوع من التفريغ النفسي والعقلاني والبدني المعقول جدا. وعلى فكرة من الأسباب الجميلة أنه يعدي ابنك أو ابنتك من المراهقة أن تكون صاحب له، لا تكون أب ولا تكونين أم، بل أصدقاء، لأنها تصارح البنت تصارح أمها إذا لقيت أي مضايقات، وكذلك الشاب إذا لقي أبوه قريب من سنه، أو بلاش نقول السن هذه من الله، لكن قريب من سنه النفسي سنه الروحي، يكون متودد إليه، يكون يدمح ويسامح ويتغافل، وهذه نعم. من أذكى الأشياء أنه سياسة التغافل. نعم يتفق الجميع يعني أن يجب تفعيلها. السبب الرئيسي الذي يدفع المراهق أحيانا أو المراهقة حتى لتجربة أمور جديدة غالبا ما تكون هذه الأمور سيئة، ومنها مثلا التدخين وأمور من هذا النوع. إيش رأيك في هذه يعني خلينا نروح شوية على الرقابة الذاتية اللي كمان كل مراهق لازم يكون أو مراهقة لازم يكونوا أخذينها هم كمان بنفسهم. فعلا طبعا لا نقول أفلة الحبل على الغارف مطلقا، مسك العصا من النص طري جميل يا أختي ميساء وجميع من يشاهدنا. نعم. قدر الإمكان التوسط في الأمور يا أخوان،
التوسط في الأمور كالكمال في الأمور حقيقة، وصعب جدا أن يتوسط الإنسان، لكن سددوا أقاربه. إذا إنه والله الابن أو البنت تشبع بالحنان، الحنان الحنان للمرة الألف أقولها، وتشبع بالرحمة والمودة وألفة الوالدين، ينعكس على الأسرة بأكملها. أما إذا كان في توتر وعنف وعدم حب، وهذه حقيقة ينشؤون في عدم استقرار نفسي وذهني وينحرفون لا سمح الله. أما إذا كان الأب ناضج والأم ناضجة وواعيان ومتفهمان ومثقفان، لا يشترط فيها ثقافة العليا، فإنه دون أدنى شك أن الإبن بإذن الله ينشأ بنوع من الثقة. أما بالنسبة للإنحرافات فقد تقع، وحقيقة برضو المراهق بشر ويقع من المراهق ومن غيره انحراف سلوكي، سواء نضرب مثل بالتدخين، فإنه إن وقع التدخين من البنت أو الولد يجب على الوالدين التفهم. إيش أسباب تدخينك؟ من اللي ما شئته؟ وليه يا ولدي ويا حبيبي ويا قلبي؟ بالألفاظ الجميلة. إن أسأت في اللفظ ولا أسأت في التعامل ولا عنفت، فقدت ابنك على طول، وتتمنى إنه استمر على التدخين ولا اتجه لاتجاه آخر لا سمح الله، تعض أصابع الندم. إيه حقيقة لا نقول سامح، لكن أنت تتحدث عن لسه ما زلت في دور الأهل، خلينا نتحدث عن دور المراهقين والمراهقات أنفسهم في استخدام التكنولوجيا زي ما حضرتك ذكرت في أول اللقاء، في ربما الصداقات السيئة، في هذه الأمور نتحدث. أيوة حقيقة تردني كثير من الاتصالات والاستفسارات حول أنه فلان شاف أو فلانة شافت البنت داخل مع علاقات مع شباب، وكذلك الابن، ويغضون الطرف عن الابن حقيقة لاحظت للأسف الشديد، ولكن البنت غلطتها بألف غلطة حقيقة. لو أتينا على المراهق والمراهقة، يا أخوان تروا المراهق والمراهقة عقليته لم تنضج بعد، وفي تعريف الأمم المتحدة اليونيسف أنه الطفل من بداية ولادته إلى 18 سنة، فهذا المراهقة قد تأتي من 12 13 15 سنة، تأتي المراهقة معناته أنه الطفل لسه ما نضج نضوج تام، ما يعي إيش أبعاد أنه يتحدث مع فتاة أو أنه أو البنت تتحدث مع خالد. يعني ما هي القضية الأساسية أنهم هم يعملوا علاقات؟ هذه أشياء يعني نتفق عليها أنه دينيا على الأقل هي أشياء غير مقبولة، لكن أنا أتحدث عن الأشياء اللي ممكن تضر الشخص، زي التدخين، زي المخدرات، زي الكحول، زي الأمور اللي هي فعلا تضر المراهق نفسه، تضر الإنسان نفسه، وما يكون هو مستوعب أن هذه فعلا راح تضره بسبب جلسائه أو بسبب ناس من اللي حوله. صحيح، سواء للبنت أو للبنت. نعم، نخلي الأخلاقيات على جنب. نعم، موضوع الأخلاقيات زي ما تفضلتي على جنب الحين، لكن بالنسبة للأشياء المضرة بالجسد، بالعقل، بالمال، اللي هو اللي يبدأ بالتدخين، يلي التدخين حبوب الكبتاغون، وخصوصا في مرحلة الاختبارات، وهذه خطوة خطوة وينحرف تماما الشاب أو الشابة لا سمح الله. ولكن علاجها إنه إذا جرب بداية السجارة إنه يحتويه، الأب يكتشف على فكرة، بينكشف المدخن برائحته بشكل لا بد أن ينكشف. لكن إذا الابن جلس مع أقرب الناس والديه، ما في فائدة، ما في لغة تفاهم مع أخوه، مع ابن عمه، يرسل الأب أقرب إنسان لقلب ابنه ويفهم أنه هذه طريقة خاطئة، هذه لا نفسيا ولا دينيا ولا بدنيا، ولكن لغة التعنيف ولغة الإهانات ولغة أنه صراحة أترفع ويترفع كثير من الناس عن أن نتلفظ بها من ألفاظ أخشى أن تجرح المشاهدين، يا فلان اللي ما فيك خير، وفي أعمق من العبارات هذه للي يقع في التدخين على سبيل المثال، هذا كفيل أنك تكب الزيت على النار وتزيد تشعلل في حماس المراهق ويعاندك عناد، وأحيانا يصل لمرحلة الضرب المبرح والسجن في الغرفة في البيت عشان سجارة أو سجارتين في التجربة. على فكرة يا أخوان، كثير من الناس ومن شاهد وقع في التدخين وأقلع، يعني قد يقع مرة مرتين، يا ناس ليش لغة إنه الغفران؟ نعم، والتسامح ما في. نعم، يعني زل الإنسان خلاص، زل ما عاد نسامحه، هذا نعم، خطأ، هذا كبير، يجب أن نحتوي ونحتوي أبنائنا. شكرا جزيلا لمشاركتك ووجودك معنا في برنامج سيدتي. مشاهدينا بعد الفاصل راح نلقي نظرة على أسوأ 10 عادات صحية ممكن غالبيتنا يرتكبوها، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد. الصحة والنضارة شرطان أساسيان لتتمتع المرأة بالجمال الذي تحلم به،
وهناك الكثير من العادات التي يجب أن تتبعها المرأة لتحافظ على صحتها بشكل عام، وغيرها الكثير من التصرفات أو السلوكيات الصحية التي يجب أن تبتعد عنها تماما. التقرير التالي نقدم لكم من خلاله مجموعة من العادات التي ينصح خبراء الصحة والتجميل بالابتعاد عنها. بعد ذلك نعود لزميلاتي من جدة خلود وجيهان لمناقشة الموضوع. تبذل العديد من النساء جهوداً قد تكون استثنائية في بعض الأحيان لمحاولة الاعتناء بنفسها، وهناك بعض العادات السيئة التي ينتهجها الأغلبية العظمى من النساء، وهي في اعتقادهم أنها لا يوجد أي ضرر منها، رغم أنها قد تجعل صحتنا في مهب رياح المرض. إليك عزيزتي المرأة أبرز 10 عادات نسائية خاطئة عليك محاولة تجاوزها وتخطيها. الكثير من النساء يهوين لبس الأحذية ذات الكعوب العالية على أساس يومي، وهكذا نوع من الكعوب يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتنا، حيث تؤثر الكعوب العالية على وقفتنا وتسلط ضغطاً على مفاصل جسمنا. كما عليك أن تأخذي في حسبانك أي حوادث قد تتعرضي لها متعلقة بلبس الكعب العالي. أغلبية النساء يملن لحمل عدة كيلوغرامات من الأوزان الزائدة على أكتافهن كل يوم. كنتيجة لذلك فإن الكثير من النساء أيضاً قد يعرضن صحتهن للخطر على المدى البعيد. معظم النساء يستسلمن لإغراء النوم بعد حضورهن حفلة أو مناسبة. تجدهن قد وضعن كميات لا بأس بها من مساحيق التجميل والمكياج دون أن يكلفن أنفسهن عناء غسل وجوههن من آثار المكياج المتبقية. من المعتقد أن أكثر من 70% من النساء يختارن حجم الملابس الداخلية الخاطئ، وارتداء القياس الخاطئ له جملة مخاطر عليك، فهي قد لا تؤثر فقط على جمالية ملابسك فقط، لكن يمكن أن تتسبب في جملة مشاكل صحية من ضمن ذلك الآلام في الظهر. يضر الإجهاد في كل من صحتنا البدنية والعقلية، والنساء يتحملن بمقدار مرتين عن الرجال في معاناتهم من الاضطرابات ذات العلاقة بالإجهاد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة معاناتهم أيضاً عن الرجال بأمراض الكآبة والقلق. بينما يعاني كلا الجنسين من عدم استقرارهم النفسي بشأن أجسامهم، يميل العديد من النساء للتوجس كثيراً من فكرة الجسم المثالي. عدم الاستقرار النفسي بسبب الجسم لا يؤثر على صحتنا العقلية فقط، لكنه يمكن أن يؤدي إلى ضرر بدني بسبب الحمية الشديدة أيضاً. قلة النوم لا تسهم فقط في جعلنا نظهر ونشعر بشكل سيء، لكن اعلمي أيضاً أنه يؤدي لحصول حوادث متزايدة واستهلاك المزيد من السعرات الحرارية، كما يزيد من خطر الإصابة بمرض القلب. لسوء حظ النساء، تقترح الإحصائيات بأن مشاكل عدم النوم تؤثر على النساء سلباً أكثر من الرجال. لتجنب وضع نفسك في آخر قائمة اهتماماتك، تعلمي كيف تقولي أحياناً لا لتلك الطلبات والالتزامات، خاصة الطلبات الأقل من الضرورية، فالكثير من النساء يضعن أنفسهن آخراً. تواسي النساء أنفسهن بالأكل متى ما يكن حزينات. النساء أيضاً هن على الأرجح يملن لمواساة أحزانهن بتناول الحلوى والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مما يؤثر على الشكل الخارجي. العديد منا لا يستغني عن فنجان القهوة أو الشاي في أي وقت من أوقات النهار. شرب القهوة بكثرة والإفراط في شرب الكافيين ينتج عنه اضطرابات شتى كالعصبية والأرق، إضافة إلى الاضطرابات الهضمية. عودة مشاهدينا لاستديوهاتنا هنا في جدة لنتحدث عن موضوع مهم وأساسي في حياتنا اليومية. من سنة الحياة أن يحب الرجل المرأة بعضهما البعض كثيرا، ولدرجة لا يمكن أن تتخيلها. وهناك في بعض الأحيان التصرفات والسلوكيات قد تسبب لكره أحدهما الآخر. صحيح خلود، في هذه الحلقة حنتحدث عن الأشياء اللي ممكن يكرهها الرجل أو لا يحبها الرجل في المرأة. هذه الأشياء ممكن تكون مرتبطة بسلوكيات معينة، أو تكون مرتبطة حتى بالمظهر
وفجأة يكتشفها بعد طول السنين أو بعد طول سنين الزواج. وممكن تكون هذه الأمور متعلقة بأمور اجتماعية، طريقة تعاملها مع الناس. خلينا نتعرف أكثر عن هذا الموضوع ونبحر فيه بعد مشاهدة هذا التقرير. بالنسبة للحواء في أشياء يعني، بس أعتقد الغيرة الزايدة هي اللي أكره فيها. أكثر شيء أكرهه في حواء أنانيتها، يعني لما تفضل نفسها في كل شيء، وأنه ممكن حتى في لحظة بسيطة تنسى كل شيء يعني أنت قد سويته في سنوات طويلة. يعني في أول موقف تحس أنه خلاص مفترق، ممكن تسيبك على أتفه شيء. يعني تمرد، المحاولة السيطرة في بعض الأشياء، الكذب، وإحنا كلنا نكذب ولكن في كذب، دموع التماسيح خلنا نسميها، ممتاز. في بعض الأشياء يعني العناد، يعني العناد اللي يوصل لمراحل أصر على كلمتي وأنت تصر عليها، طيب أوكي، يصير في يعني زي ما يقولون ليونة شوية. أوكي أنا كرجل يعني في المجتمع وقابل الناس وهذا والشارع والعمل وناس وهذا، ففي يعني ضغط نفسي في كل جهة، المفروض أول ما تشوفني كذي تمتص مش تزيد، فيصير الحدة في بعض الأشياء اللي زي كذا. اللي تتكبر على الآدم في يوم تأخذ درجة علمية وتشوف نفسه أعلى منه، وطبعا تتنازل عن أو تتعالى على الفروض المنزلية اللي المفروض تصير تسويها. هو يعتمد من كل الأنثى الأنثى تختلف يعني، بس أكثر شيء الواحد يكره العناد، يعني إنه يقعد يعانده على أشياء تافهة يعني وأشياء ما لها داعي في الحياة يعني. والله أكثر ثلاث أشياء هو الغضب والجري وراء المظاهر والتكبر. بتحب المظاهر وكثرة الأسئلة والغيرة. أكثر ثلاث أشياء ما تعجبني في المرأة، الغرور، لا مرأة ولا رجل ما يعجبني الغرور. ما يعجبني المرأة ما تكون رومانسية، تكون جدا عملية، وما يعجبني هذا الشيء. الغيرة زايدة عن اللزوم، بس المرأة في النهاية شيء حلو يعني. عندك الغيرة الزايدة، عندك الزن بزيادة، وطيبتها الزايدة بعض الأحيان تكون ترجع عليها يعني ناحية سلبية يعني. طلعتها بدون إذنها، والغيرة الزايدة، والحنية عليها. مشاهدينا عدنا إليكم بعد مشاهدة التقرير. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا هنا في الاستوديو الدكتورة زهرة المعبي، الاستشارية الأسرية النفسية. أهلا بك دكتورة. يا هلا يا مرحبا. أهلا وسهلا دكتورة. شفنا اتهامات كثيرة على المرأة في هذا التقرير، ظلمونا مرة كثير، أبغاك تردي على هذه الاتهامات. بس خليني أسألك سؤال، يعني كلمة كره كلمة مرة كبيرة، ممكن فعلا يصل يعني تصل مشاعر الرجل أنه يكره صفة في المرأة لهذا الحد؟ ممكن؟ والله هي ما توصل إلى حد الكره، توصل لحد الانتقاد، انتقدها بينه وبين نفسه، انتقدها. وبعدين أحيانا لما تزيد طبعا المسائل عنده يعني تتفاقم وتتراكم فوق بعضها، فتلاقيه يصرح لها به، يقول لها يعني انت كذا انت كذا انت كذا، بس كنقد، اما ما يوصل الى فعلا الى مرحله الكره. يعني طب هو كثر الانتقاد دكتوره كمان ممكن يؤدي الى حساسيه من الطرفين، وبعدين يؤدي الى مشاعر سلبيه تجاه الطرفين، ممكن يؤدي احنا فعلا يقول لك كثر العتاب يقطع عروق المحبه، من كثر ما هو طبعا يقعد يزن عليها ويتكلم معاها، فهي طبعا يعني حيكون الشعور غير منسجم بينها وبينه. طب يا دكتوره احنا احترنا الجهان، طبعا ما ادري اذا تتفقي معايا بالراي ده، احترنا كثير يعني الرجل يبغى المراه القديمه، يبغى أيه؟ انا ابغى واحده زي امي، انا ابغى واحده لا انت ما انت مودرن انت قديمه انت. ايوه كنا في الاول يبغى واحده زي امه طبقا لازم أيه؟ امه، لكن أيه؟ في نفس الوقت يبغى واحده مودرن، يبغى زي امه تطبخ تاكله تلبسه تطبخ له تراعيه تدلعه تنانه تتنازل عن اشياء كثيره بحياتها كله على شأنه، عشان كده هو يبغى واحده زي امه، لكن في نفس الوقت يعني كمان المرأة العصرية المنفتحة الشابة الجميلة
الرائعة اللبقة المتحدثة الاجتماعية، يبغى كل الصفات الجميلة الحلوة فيها بالإضافة لصفات الوالدة. طب دكتورة ليه دائما في جدل؟ ليه في جدل بين المرأة والست؟ ليه دائما في عراك؟ ليه دائما في تحدي؟ أنت فيك وأنت فيكي؟ ليه ما نكون في تكامل؟ ليه ما أنت فيك وأنا فيها وإحنا كده منسجمين وآخر حلاوة؟ هو أيوه، هي في البداية عدم الانسجام، هي أنت قلتيها، هو عدم وجود الانسجام وعدم وجود التنازلات. دائما أنا بقول للستات، يا ستات لا تضخموا الأمور، يعني حاولوا أنكم توصلوا إلى مرحلة مع الرجل أنكم ما يعني تضخموا أي مسألة صغيرة. المبالغة والمغالاة في الأمور هذه تؤدي إلى يعني إلى بداية الكره وبداية الحقد بين الرجل والمرأة. فلو أتبنت الأسرة أو العلاقة الأسرية على وجود هذه الكراهية، ما هي حياة أسرية ما فيها انسجام. يعني ما انت شويه بصف الرجال كده دكتوره؟ انا والله اخرد، انا شايفه كثير انا معاك بكل صراحه، احييك على صراحتك والله، لان انا بشوفهم بينظلموا احيانا كثيره. لان لا ليه انا خلينا نشمر كده ونبتدي الحرب. ايوه نستعد لها كده. لا لا معلش، احنا يعني علشان ستات زي بعض، احنا بالنهايه الومكم كده ونقعد بعدين اعرف كيف اصالحكم. يعني الكلام ده غير حيكون برا الهواء. تمام. بس اكيد مو في صف الرجال. لا طبعا احنا انتم انتم يعني ضد الرجال، انا عارفه انكم انتم بتكنوا لهم التقدير والاحترام والمحبه الزايده وتبجلوهم وتحترموهم، انتم اصغر الى اصغر مذكر في الاسره الى اكبر رجل في العائله، لكن هذا ما يمنع انه الاحتكاك المباشر بين الزوج والزوجه هو اللي يألف بين القلوب او يفرق بين القلوب. صحيح. يعني هو ما هو عارف يا دكتوره، يعني اذا كان في احتكاك تولد بعد الزواج والامور هذه، يعني هو اكتشف فيها السلبيات دي كلها، يعني هو ما هو عارفها قبل الزواج يعني. وفجاه اكتشف انه هي سيئه او تعيسه او فيها مشاكل حتى في شكلها. لا تنسي نحن في عصر الانفتاح. طيب عصر الانفتاح، وانا هنا كل رجال يعني مع مجموعته مع أصحابه، هذا ينتقد وهذا ينتقد وهذا يمدح وهذا يوصف، فهو بيكون فكرة، هو بيكون فكرة عن جميع النساء اللي حواليه. ذنبها هي نفسها هي الأدمية اللي تجوزها. الزوجة المثالية في حياته. طب ما هو يعني ما شاء الله مثالي يعني. تروح ولا تيجي يمين ويسار. طب ما أنا بقبل أنا أبغى زوجته تكون الزوجة المثالية في حياته. طب دكتورة ما أنا بقبل فيه، سوري يعني، حتى لو مثلا قرع حتى لو كرش ما بقبل فيه، ما أنا كمان زوجة ثانية. جابينهم لزاز الطعمين ولا نغنى عنهم. طيب ما أنا كمان مو من حقي اني اقارن؟ لا مو من حقي، مو من حقي، مو من حقي، لانه هو له اربعه، هو له اربعه، هذا الشرع عطاك، وانا لي واحد حيخليكي ويتني عليكي وبعدين يجيب لك الثالثه ويجيب لك الرابعه، لكن انت مو من حقك، انت من حقك. لو ان الامور كلها ما عجبتك تقولي له يلا سلام عليكم. دكتورة في دائما يعني شكوى من الرجل واتهام دائما ان انت ست نكدية، دائما بتنكدي علي. ايوه صح. طيب احنا معروف، لا استني ليه، صح استني، صح احنا معروف عن المرأة، يقولوا كده صح، معروف عن المرأة ان هي عاطفية ما هي نكدية، مو ممكن يراعي هذا الشعور وياخذها بهذا المحمل الرقيق؟ هي عاطفية في مسائل ونكدية في مسائل، أما أنا يعني أنا مع الرجل وضد الرجل في هذا الموقف. هي نكدية في بعض الأمور وعاطفية في بعض الأمور. لا تهزيلي راسك، هي لا 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 نكدية كده، لا تقولي لا، لكن أكون واضحة مرة كثير على الهواء، أنا بهز راسي للكنترول على فكرة. طيب هي النكدية يعني صح، في نساء كثير نكديات، إذا كان هو مقصر معاها، إذا كان هو ما يبي يصرف عليها. طيب سيبك من حتة نكدية، إذا هي زي ما قالت جهان صح كلامها إنه هي عاطفية، طب خلينا من الحتة هذه. غيارة، إذا غارت غيارة مرة كثير، إذا ما غارت دي ما تحس، دي ما تحس. وهي الغيرة مزيج من إيه؟ من الحب والخوف والتملك، فهي ما بتغار عليه من فراغ، بتغار عليه على انه زوجها وعلى انه رجلها. انا نفسي بس اقول لك في الكنترول ايش بيقول، الزواج زي البطيخه يا حمرة. لا لو سمحتي قولي لها التعليق الان. كل الزوجات نكد. ايوه كل الحريم نكد. كل الحريم نكد. شوفي ايش بيقولوا لنا باذننا. طب ده كلام ايش الرد عليه؟ الحمد لله انا ربي رحمني ما بسمع هذا الكلام بالفعل. طب دكتوره دائما يقول لك الرجال هو محتار،
حيرتوني واحنا عارفين كيف نوصل لكم. مرة لو عملنا لكم كده برضو معاجب وكده معاجب، انتوا زي البساس تاكلوا وتنسوا. لا يا فعلا يا هذا والله العظيم. لا الرجال يقولوا احنا زي البساس. يا انا احب البساس. إذا زي البساس يعني يقولوا حيرتونا في اللي زي المية في الغربال. لا زي المية في الغربال هذه مرة نهائيا ما تتوزن. طب دكتورة يعني هذا هم الرجال ما وصلوا إلى هذه المرحلة. لا لا من جد صدقيني سمعنا مرة كثير يقولك حيرتونا في أمرنا إيش يرضيكم. فيعني بخلاف عن الحب والعاطفة الرومانسية إيش مفتاح المرأة اللي ممكن نقول الرجل وصل له عشان لقلب المرأة؟ مفتاح المرأة للرجل ومفتاح الرجل للمرأة. لا الرجل هو اللي بيقول احتر في أمرنا ما هو عارف كيف يرضينا. طب إيش المفتاح اللي نديله هو عشان يرضينا؟ التفاهم والتنازلات والتسامح. التنازلات من أي من الطرفين من الطرفين والتسامح. بس دكتورة التنازلات دائما للأسف الأغلب بتكون من عندنا إحنا. لا وبرضو في رجال كثير يتنازلوا عن أشياء كثيرة وبغضوا الطرف عن أشياء كثيرة ويقول معليه صغيرة وبتتعلم صغيرة بكرة تكبر بكرة تفهم بكرة. طب دكتورة باختصار شديد عشان الوقت يسعتنا أنا بصراحة نفسي بعد ما يخلص الهواء كده أخذك واجلس معاك بصراحة. إحنا الاثنين. دكتورة لخصي لي كده باختصار شديد جدا يمكن في السيدات بيخطأوا أخطاء وما هم منتبهين خلينا كمان نكون طيبين زيادة. إيش أكثر الأخطاء اللي دائما طيبين إيش أكثر الأخطاء اللي بتطيح فيها المرأة وهي ما هي منتبهة يعني اللي فعلا تكره الرجال في المرأة؟ يا سلام حراقة ممكن تحرق الأخضر واليابس. الغيرة الحراقة الغيرة الزايدة يعني لو جاء خارج شكت فيه أنت فين رايح أنت فين جاي أنت فين كنت أنت فين أتأخرت أنت والرجال يعني أقتليه ولا تقولي له فين كنت. ليش هو يسأل فين أنا كنت؟ من حقه. شرعا لازم يعرف هذا الشيء. لازم يعرف أنت فين كنتي لكن أنت شرعا ما يجوز لك انك انت تعرفي هو فين. لا يا دكتورة انا من حقي كمان اعرف جوزي فين كان. ممكن يكذب عليكي وانا ممكن اكذب عليه. طب انت تأثمي وهو يأثم. لا بعد لا شيء. الكذب حرام للرجل والمرأة مع الرجل. بس على فكرة دكتورة بس أبغى أقول لك شيء يعني الحمد لله أنا مرة مبسوطة أنا وخلود ردينا على الاتهامات وعلى الرجال اللي كانوا في التقرير اليوم والله العظيم ردينا لهم بعنف. للأسف الوقت من جد داهمنا وما تتخلي قديش إحنا استمتعنا ولسه حنستمتع معك أكثر. بس أبغى أشكرك على هذه الحلقة وتواجدك ونقاشك الرائع معنا اليوم. شكرا جزيلا الله يديكم العافية. أنا حعود لميسة. ميسة والله العظيم أنا صراحة فعلا اتمنيتك معانا اليوم. إيش رأيك في هذا الحديث الشيق وكيف يعني شفينا غلك؟ لا أنا ضحكتوني في البداية كيف خلود وجهان كثير وكنتم متحمسين والدكتورة عندكم فاجأتكم إن هي العكس ما كانت كثير معاكم على الموضوع. بس إحنا كنا متوقعين غير كده يا ميسة كنا بصفر متوقعينكم بصفر أكثر. أتمنى خلود وجهان إنه ما حد دحين تشوفوا بعد ما ينزل الفيديو على اليوتيوب تشوفوا الناس تعليقاتهم هذول معقدات نفسياً وهذول الكلام اللي دائماً نسمعه إذا أي أحد. بس في النهاية إحنا قاعدين نقول الكلام الحقيقي اللي دائماً يدور في وسط جلساتنا كبنات. يعطيكم العافية ما قصرتوا خلود وجهان. شكراً لكم. إذا المشاهدين راح نروح فاصل نرجع من بعده ومتابعين سيدتي. أهلا بكم من جديد. زي كل أسبوع مشاهدين نلتقي خبيرة الموضة نورة صحراوي اللي تعلق على إطلالات النجوم العرب في مختلف المهرجانات الفنية. اليوم مشاهدين راح نتوقف عند السجادة الحمراء اللي شهدت حضور فنانين عرب شاركوا في مهرجان تايكي في الأردن. نتابع التقرير ثم نعود لنورة صحراوي. من مهرجان إلى آخر تتغير الوجوه وتتنوع الأزياء، ففي مهرجان تايكي الأردني تألقت النجمات على السجادة الحمراء في ليلة ساحرة. البداية مع الفنانة سيرين عبد النور التي تألقت بفستان أزرق وفضي بكم واحد، مجوهرات بسيطة وحقيبة سهرة متناسقة مع لون الفستان.
ميك اب شعر كوليت اسكندر وميشيل زيتون هن دايما معي من لبنان، اجوا كمان على الاردن خصيصا ليهتموا بهالموضوع، وطبعا انطوان القارح اللي لبسني الفستان اليوم. اطلالة بوسي كانت مطبوعة بجلد النمر، اما الممثلة امل بشوشة فقد تألقت بفستان اسود مبطن باللون اللحمي وقطعة تيل المنسدلة من الفستان، اضافة الى قصة مميزة على الظهر. الفستان اليوم أخذ سكسي يعني كتير، وهذا مش بعيد عن المصمم المبدع اللبناني نيكولا جبران. إلى الممثلة لقاء الخميسي التي اختارت فستانا أبيض بيج مع تطريز تحت الصدر، وقد ركزت لقاء على تصفيفة الشعر. كان في مصفف شعر أردني وكان في جروب حياة ماكرات ومصففين شعر، بنشكرهم لأنهم تعبوا معنا وعملوا لوكات مختلفة لكل الناس. الممثلة ميس حمدان ارتدت فستانا فضيا ميزته قصة الصدر، أما تسريحة الشعر فكانت بسيطة. أما الفنانة مايسليم فارتدت فستاناً أخضر من نوع الساتان ذات التطريز الفضي مكشوف الظهر. اليوم أنا ماجدة داغر وكمان مي ماجدة داغر. ننتقل إلى الممثلة سبا مبارك التي تألقت بفستان أبيض فضفاض ميزه الحزام الفضي والحقيبة الفضية. أخيراً اختارت الفنانة ديانا كارازون فستاناً أسود بتطريز على كم واحد وورود تمتد من العنق حتى الصدر. اليوم ميك اب شعر سالونجو رعد ليو مايا، واليوم لابسة من سوشا الدرس تبعي، هم اهتموا اليوم بإطلالتي. من برأيكم كانت الفنانة الأكثر أناقة في مهرجان تايك الأردني؟ رادار. طبعا كل العيون كانت على السجادة الحمراء واللي مشيوا عليها من فنانين وفنانات، وطبعا الشيء الأهم دايما هو أزياءهم، شعر، ميك اب، كل شيء. كيف كانت هذه الأزياء ومين صممها لهم عشان نقدر نتكلم عنها؟ نحتاج للعيون الخبيرة اللي نقدر نسميها رادار الموضة. رحبوا معايا مشاهدينا بضيفتنا خبيرة الموضة نورة صحراوي، أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيك. اليوم اخترتي الموف، المرة اللي فاتت جيتي بأسود. ضحكت علي، خلتيني أنا ألبس. حسيت عليك. كيف شفتي الملابس في تايكي؟ فيه ملابس كتير كتير حلو، فيه سوربرايز. قوليني كده بشكل عام التوب مين كان أفضل شيء؟ سيرين هي التوب. سيرين عبد النور كانت أفضل شيء بالنسبة. أفضل شيء. وأسوأ شيء؟ وأسوأ شيء. أسوأ شيء. اثنين فستانة أسود، آخر واحد. أوكي في اثنين من أوكي. في واحدة واحدة اللي عاملة شعرها صح؟ عاملة أيوه. شعرها أيوه شكل مغير، والأبيض فستان والأبيض صبا مبارك. حيت أبيض كنت لبسي. حيزعلوا عليك الأردن لأنه الاثنين أردنيات الفنانات هم اثنين أردنيات. أيوه. والحفل كان في الأردن. بس أنا خليني أقول بعفوية للمشاهدين إنه أنت متعودة على الفرنسة فما تعرفي كثير الفنانات العرب، فبتقولي كل شيء بعفوية بكل صراحة. طب خلينا نشوف شوية كده شيء من الفساتين. خلينا نبدأ مع سيرين عبد النور بما إنه عجبتك، عجبك كثير لبسها. أنا ما أعرف هذه الآن وهي مستلمة الجائزة أخذت هذه، هل هو موضة إنه كتف فيه كتف ما فيه؟ هي عندها مشتا ستايل وميك اب خفيف، والفستان فيه قطيعة كتير يوروبيان، وفستان وتها كتير 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 جميل. مزبوط. هي أحسن ممثلة في البلاد العربية أنا شفت في جوجل. وهي لبست أحسن فستان لي أنا. أوكي. لا وتها كتير كتير حلو. طب اللون هذا يعتبر أزرق أو فضي؟ هما اثنين، هو الفستان ازرق وداخل فيه الفضي. لا هي طب هل هي هذه موضة انه يكون جزء فيه وجزء ما فيه في من الفستان؟ هي موضة. ما انتهت هذه الموضة؟ لا ما قدرت، هذه الموضة موجودة. طب الشيء هذا الكبير اللي حطته عند وشها ما كان كبير بالمقارنة مع وشها؟ لا هو كثير فاشن، هي تحب كثير فاشن، والصميم اللي يلبسها يعرفها، يعرف شخصيتها ويعرف كيفاش يلبسها ويعرف ايه شي واتيها ولي ما واتيهاش. كان متناسب مع شعرها والميك اب. بتقول الميك اب خفيف، انا شفت الرموش ما شاء الله كانت كثير بارزه في عيون سيرين. هنا في التي في يبان لي انا الميك اب خفيف. يبان لي الميك اب خفيف والمشطه. اي انا ما كنت حاضره، انا شفتها على التي في بس ممكن فعلا تكون بس مجرد رموش، ما يكون الميك اب كله كان
كثير. لا لا كيكون فستان كثير حلو الميك اب لازم يكون شويه خفيف. والمشطه واتتها كثير حلو. هي اصلا سيرين من يعني من جميلات العرب اللي اجسامهم كمان حلوه تساعدها يمكن يساعدها جسمها. وكمان حتى كشاب يمكن فستان كمان كان مناسب لعمرها. هي مناسب لعمرها. خلونا نشوف فستان ثاني نشوف اذا ما اعرف لقاء الخميس ولا امل بشوشه. امل بشوشه لبست فستان اسود كمان. انا ابغى اعرف رايك بالذات في هذا الفستان لانه كثير استغربته في يمكن هي شخصيه امل كمان تحب هذا هو الفستان المعروض تحب الاشياء يعني ما حسميها اوفر بس تحب اشياء كذا غريبه. كيف شفت الفستان؟ الفستان هو تاهه هي هو في كثير كثير تشيل في الايد وهنا في الصدر كثير يعني خاصه الفستان مفتوح في الظهر ومفتوح في الظهر وفيه تيل في الايد في وفيه هنا في الصدر كثير ما تعرفي تشوفي الفستان ولا تشوفي فيه في وجهها ولا تشوفي مشطتها كلش في 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 الفستان هو فيه كثير هذا غلط لبس داروا ستيل عربي في الفستان يوروبي وانا ما عجبنيش. طب الفستان هذا يعتبر فستان مقبول انه يكون على السجاده الحمراء او مو مقبول كفستان سيبك من الشعر وكل شيء مقبول مقبول فيه جوج غلط فيه الصدر فيه كثير تيل هو التيل في هنا وتول في التحت وتول في الايد وفي الصدر كثير فخسارة ثلاث الاجزاء صارت كثير والظهر المفتوح عادي هي معقول هو كثير في نقشات وقطيعات هو الشعر عنده ستايل وتها والميك اب جهه جميل عجبك الميك اب هي وتها لا عجبني الميك اب. نشوف لقاء الخميسي كيف شفتي لقاء الخميسي؟ الخميسي ستايل سامبل يعني زي المره اللي فاتت قلنا اللي هم بيمشوا على السيف سايد على الطريقه الامنه لا هي اخذت الطريقه سيف حبه فستان خفيف نقشه خفيفه بصح منسي ما يمكن يكون في المجلات يعني تشوفيه تنسيه يعني ما يثبت في الذاكره لما تفكري نشوفه خلاص ننسى لما تنسيه. اللون كيف كان مع لونها؟ كان حلو اللون عليها هي مناسبها؟ هي بيضاء يناسبها اللون اكثر مفتوح خضار ولا وردي ولا ازرق هي اخذت شيز فيري شي تيك سيف هي خافت بذكاء يعني والمشطه عملت نفس المشطه اليوم. طب وكيف جسمها متناسب مع الفستان؟ يعني هذه الموديلات عاده تحتاج الاجسام كمان تساعد عشان تبين هو تخنها يمكن او كيف لقيتيه معها؟ هو خشنها ايوه خشنها ليتل بيت شوي هي ما اخذت غيس يعني اخذت اول مره ثانيه نحب نشوفها بشي فستان كثير عربي ولا فستان كثير اوروبي هي اخذت سيف. هي عموما لقاء يعني من الشابات المصريات يعني صغار في السن لهلوبات بالمصري فيمكن لذلك هي تجرأت يعني لبست شيء انا حسيته شوي اكبر من عمرها يمكن يعني هي ظاهره الان زي شاديه زي حسيت كده بالستايل هي في الفستان ظاهره كبيره صح ظاهره عندها هي مو كده لقاء هي اصغر من كده يعني او يمكن حتى ادوار اللي تاخذها ادوار بسيطه يعني ادوار بنت الى حد ما لسه ما وصلت لمرحله انها تاخذ مثلا الزوجه والقصص هذه. هو الفستان كيكون مفتوح يكبرك يبين جنسك ويبين كلش. انا بالنسبه لي لما اختار فستان اهم حاجه يكون يطلع الجسم صح فانا شفت انه اللون والموديل اعطاها عرض بزياده اعطاها عرض كثير صح حسيت انا كده من فستانها. طب خلينا نشوف كمان مين باقي بدنا نشوف صبا مبارك وديانا كارزون عشان ما نقول انه نوره ظلمتهم اليوم لما علقت على فساتينها. خلينا نشوف طب ميس حمدان اول قبل ما نروح على الأسوأ زي ما سميتيهم. ميس حمدان لبست لبس فضي فستان فضي كيف شفتيه عليها؟ على الفضي خلينا نعلق على الفضي اول قبل نعلقه على الفضي اوكي. هذه ميس سليم لابسه الاخضر وميس حمدان لابسه الفضي، الفضي كيف لقيتيه؟ هم اخوات بالمناسبه يعني. هو الفستان كثير نقشه يعني كثير سامب هو وتعمرها هي صغيره وتعمرها غير في الجنس بين لها كثير كيف نقول؟ ايش مبينها انه انت بتتكلم على الفضي طبعا نتكلم على الفضي ايش مبينها هو اللون وتها والمشطة هي صغيره وتعمرها يعني ناسب له عمرها وناسب هي مناسبها هي لابسه فستان طويل وشعر مطلوق وهي صغيره يعني وتها وهم الصغار يحبوا هيك مناسب لون بشرتها مناسب طيب ايش اللي ما عجبك فيه او كويس بالنسبه للسجاده الحمراء عجبك مناسب عمرها وهي صغيره مناسب اي
يعني مناسب له. ما هي مناسبة هذه كمان على سيف سايد مشيت لهذه اللي تلبسها وحده كبيره ما يناسبهاش. هم الصغار مناسبهم. مناسبهم. طب بالنسبه للاخضر؟ الاخضر كثير اخضر كله هو سوا اخضر سامبل مناسب عمرها. كان في شغل في انا نحب نشوف اكثر الشغل. يعني انت صغيره خذي ريسك ما فيش مشكل يقولها هذه صغيره وما فيش مناسب هالايفنت لبست فستان طويل وعندها مشطة كثير جلامور لا بس اها ناسب عمرها وناسب الايفنت. حسيتي طلع جسمها بشكل حلو الفستان الاخضر اللي مي سليم؟ لا طلع جسمها حلو. طلع حلو وكان مناسب هاللون. نعم اللون مع الشعر والميك اب كان مش مناسبها. لا هي طلعت كثير جميل. خلينا نشوف اللي غامره صبح مبارك. انت بتقولي ان الصغار يغامروا. صبح مبارك هي يعني ام وسيده حتى ادوارها دائما تاخذ ادوار يعني سيده مرتبه. ليش ما عجبك فستانها الابيض؟ هي الفستان وتها والمشطة وتتها والميك اب خفيف مناسبها. نعم. مناسبها. المشكل الفستان الابيض كي تلبسي فستان ابيض انا كي نشوف الصويره نفكر هو عرسها. هو فرحها اليوم كثير تشيل وكثير اورغانزا وكثير كلش في ابيض وفي الايفنت لا مش مناسب. انا لاحظتها وهي بتطلع تستلم الجائزه كمان كانت ما كانت مرتاحه وهي طالعه لانه الفستان كان كثير طويل عليها. كان كثير طويل وكثير فيها تشيل. لا انا ما عجبنيش. ما عجبك بس لا. بس بشكل عام هو الفستان مناسبها وحلو عليها لو كان في عرسها. في عرسها وهو كي تلبسي فستان جد لازم تلبسي معها اكسسوارات في الاخضر ولا الاحمر وديري معها شي لون كلش ابيض. لا والميك اب والشعر الشعر والميك اب وتها كان كويس. كان كويس. حلو. يا كان حلو. طيب خلينا نروح لديانا كارازون. ديانا كارازون وشعرها كانت هي تجرأت. انت قلتي الشابات الصغار يتجرأوا اهي هذه ديانا كارازون تجرأت. ايش اللي ما عجبك؟ ايش اللي ما عجبك ديانا كارازون؟ هو في الموضه ما يمكن يكون عندك شعرك ديزاين والفستان ديزاين احنا نسموه تو ماتش. كي يكون عندك الشعر فيه مشطه مختلفه مش مشكل من الفستان خاص يكون عادي. هو الفستان فيه شغلات كثير وشغل هنا. انا حسيتها هي عملت الشعر يعني بشكل يكون مناسب لللبس. احنا ما نعملوا الشعر على اللبس. لما نعملوا الشعر على اللبس انا في اللبس مع المشطه جاني غلط وما مناسبهاش. طب هو الميك اب كثير جري. ايش كانت المفروض تعمل في شعرها؟ ايش كان المفروض تعمل؟ يمكن هي اخذت غيس كان عجبني. اي بصح الفستان يكون اكثر مفتوح واكثر ما يكون فيه نقشات. يعني هي كلش الخدمه والجلامور كلش في الشعر وفي الميك اب. والميك اب كثير حلو. طب هذا الستايل يمكن عشان في العالم العربي ما يكون مناسب بس برا يكون عادي انه يلبسوا لا ما يلبسوا هكا واسود هكا. هو كثير مغموق وانا الفستان ما وتهاش والمشطه هي اخذت غيس كان عجبني يعني مغير وحاجه جديده. طب ما احنا نعرف انه في العالم يعني في العالم الغربي ليدي غاغا بتعمل اشياء من هذا النوع والناس صح ليدي غاغا تعمل نفس الشيء. ليش يمكن احنا بس لانه عرب ما بنتقبل هذه الريسك او المخاطره اللي اخذتها ديانا. وهي بغات تبدل يمكن العقليه العرب وتبين حاجه مغيره ومختلفه اخذت غيس. هو مختلف يعني الميديا وكل شيء عجبهم. هو انا ما عجبنيش كثير. هو الفستان يمكن لو كانت في فيديو كليب او شيء. هي مغنيه ديانا كارازون فيمكن لو كانت في فيديو كليب او شيء يمكن كان يناسبها اكثر. في فيديو كليب يناسبها. اي يناسبها جدا. لكن في ريد كاربت ومهرجان او حفل كان شوي يمكن هي تكون احسن تكون اكثر كلاس وتكون اكثر عندها فستان اكثر مزبوط. هذا فستان ما يمكن ديري فستان نفس المشطه. هي غلطة. الله يعينهم الفنانات والفنانين على رادار الموضة. كل أسبوع راح نستلمهم راح نطلع منهم الأشياء الأخطاء. بالسعودي نقول نفصفصهم يعني ناخذ الشخص ونشوف كل تفاصيله. يعطيك العافية نور. شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدينا بعد الفاصل نتابع حملة جونسون أند جونسون للوقاية من السكري مع زميلة خلود من الرياض. ابقوا معنا. تشاهدون اليوم في سيدتي الأنوثة تنافس الرجولة في عالم الفروسية. شراكة بين روتانا وفولكسفاجن يزفها وائل كفوري. ومحطة أسبوعية جديدة في رحلة استكشاف الذات مع هالة كاظم.
مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم من جديد. معكم خلود الجابر من الرياض. اليوم فقرتنا طبعا تعتبر تابعة لفقرة أمس. أمس تكلمنا عن السكر ومرض السكر وداء السكر، بس من ناحية التغذية اليوم نفيدكم إن شاء الله من ناحية الطبية، ونتابع من خلالها حملتنا مع جونسون أن جونسون للوقاية من السكري، لعل من أهم الأمور الحياتية التي تواجه المرضى السكري كيفية التعايش مع المريض باعتباره مرضا مزمنا، ولا تقتصر الإصابة به على توقيت أو مدة بعينها، وإنما يتوجب على المريض أن يتبع نمطا محددا للتعامل مع الحياة من حوله وفق برنامج طبي يقرر الطبيب المعالج مع أي نوع من أنواع السكر، سواء إذا كان المريض شابا أو شيخا مسنا أو امرأة حامل أو غير ذلك. هناك العديد من الأفكار والطرق التي تدور في ذهن المريض لتجنب مضاعفات المرضى. حول هذه الأفكار يوضح الدكتور، وهو ضيفنا الاستشاري السكري الدكتور سعيد خضر، دكتور في مستشفى سلمان حبيب. أهلا ومرحبا فيك في استديوهاتنا. أهلا وسهلا بك. يعطيك العافية دكتور. إحنا اليوم عارفين اليوم 14 نوفمبر هو اليوم العالمي لمرضى السكري، اللي بيكون الاهتمام لكل مرضى السكري، ونتمنى ان اليوم اللي على المملكه مستوى المملكه كلها هو عن نتابع البرنامج اللي قلنا عنه زي برنامج لمسات اللي امس تكلمنا عنه. طبعا الدكتور احنا امس كان معنا ضيفتنا الاستاذ عليا، وتكلمنا عن التغذيه وايش الواجب على المريض السكري في ناحيه الغذاء. وانا سالت هذا اول سؤال للاستاذ عليا، وبسالك يا نفس الطريقه استشاري السكر، أبغى تعريف بسيط للسكر. مرض السكري هو أحد الأمراض المزمنة، وهو أحد الأمراض الأكثر شيوعا في العالم كله، وأكثرها في منطقة الخليج، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية قد تكون ثالث دولة في العالم من حيث ارتفاع نسبة معدلات السكري. السكري هو مرض مزمن، تعريفه بسيط جدا، هو ارتفاع السكر في الدم بمعدل معين طبعا، وطريقة التشخيص طريقة سهلة جدا ولا يحتاج إلى فحوصات كثيرة ولا يكلف، ولكن يجب التفكير إنه أي واحد ممكن يكون فوق سن 40 مثلا يجب إنه يفحص السكر، أو إذا كان في أعراض سنتكلم عنها معينة بيشعر إنه ممكن يكون عنده سكري إنه يفحص السكر في الدم. جميل. وشوف الطبيب. طيب يا دكتور، ما هي المخاطر المختلفة التي يمكن الإصابة بها النتيجة إذا كان المريض مو راضي عن نفسه؟ إيش المخاطر اللي بصاحب المريض هذا اللي مو راضي عن نفسه؟ أول شيء من مشاكل السكر أو إحدى مضاعفات السكر هو الاكتئاب، وكذلك أحيانا مرضى المكتئبين الأمراض اللي عندهم مرض نفسي مثل الاكتئاب قد يصابوا بالسكر، إحدى الدراسات بتقول أكثر من الآخرين. فعلا بيكون عندهم شديدة الكآبة، يعني يكون مكتئبين جدا حزينين جدا. جزء كبير من مرضانا وقد تفوق النسبة أكثر من 50% من مرضى السكر يعانوا من الاكتئاب، وطبعا لأنه السكر ارتفاع السكر في الدم يؤثر على الحياة بشكل عام، على الكواليتي أوف لايف، كيف الواحد بيعيش حياته، فبيكون عنده التعب والخمول والنعاس وبيفقد الاستمتاع في الحياة، ولذلك لابد من أنه يكون مريض السكري يبقي معدلات السكر في معدلات الطبيعية حتى تتحسن. أيوة. الحياة تاعته. طيب دكتور، كيف تجنب، يعني كيف الإنسان أو الشخص الطبيعي أنه يتجنب الموضوع هذا السكر؟ إحنا طبعا هو فعلا للأسف كان نفسنا أنه يكون أنه يعني مختلف الأعمار، إحنا عندنا مختلف الأعمار ما يمكن ما بيفهموا الفكرة هذه إن كيف تجنب السكر، لكن نتكلم عن اللي في عندنا نوعين أو عدة أنواع. النوع الأول اللي هو يصيب صغار السن، وعادة بيكون نتيجة خلل كامل في البنكرياس، وعادة بيكونوا أطفال أو شباب في مقتبل العمر. صح. بتكون أعراضه شديدة جدا، مثلا العطش والتبول الكثير وبضعف، وهذا علاجه الإنسولين، وقد تكون الحماية منه صعبة جدا، ولكن هناك في بعض الدراسات حاليا وجدوا أي جين وراثي ممكن يكون هو السبب في النوع الأول. الأكثر شيوعا واللي بشكل أكثر 95% من المرضى اللي عندنا موجودين في المنطقة، وجزء منهم شباب مع الأسف، إنه إحنا في المنطقة العربية الشباب الصغار اللي قاعد يصير عندهم السكر النوع الثاني اللي سابقا كان يصيب كبار السن، حاليا بسبب السمنة وقلة الحركة واللايف ستايل اللي بنعيشه. الوراثة لها الوراثة تلعب دور، بس مش هي الأساس، هي عدة عوامل. العوامل اللي إحنا بنقدر نغيرها هي إنه كيف نمنع السكر عن طريق منع السمنة، محاربة السمنة، وممارسة الرياضة، وتغيير نمط حياتنا بالابتعاد عن الجنك فود أو عن الأكل الدهن والكربوهيدرات الكثيرة والسكريات.
فباستطاعتنا ان نمنع السكر. وهناك دراسات عديده في الولايات المتحده الامريكيه، في فنلندا، في الهند، في الصين، تقول اذا احنا غيرنا نمط حياتنا بالاكل الصحي والمشي، ومش مشي كثير، ما بنطالب انك تمشي ساعتين ولو نص ساعه يوميا، اربع خمس مرات في الاسبوع، نستطيع ان نمنع السكري بنسبه 53%. فتعتبر من احسن الاشياء حتى تمنع السكر هو ان نغير النمط الحياتي تاعنا. طيب دكتور، يعني على كذا احنا بنعطي نصيحه لسيداتنا انه مو كل طفل يعني بتفرح انه في بحال يجي وزن زايد، فيكون هذا يكون سبب مرض، يعني هذا لفت نظر هنا في الوزن. بالضبط، اي امراه بتلد وبكون وزن الطفل اكثر من 3.5 كيلوغرام، قد يكون هذه المريضه كانت تعاني من مرض السكر اثناء الحمل. لذلك عندنا نوع اخر اللي هو الجستيشنال دايابيتس، اللي بيصير اثناء الحمل ويختفي بعد الحمل مباشره. لكن اذا تكرر السكر اثناء الحمل، معناته هذه الامراه معرضه انه يصير عندها السكر النوع الثاني في المستقبل. لذلك احنا عاده نعطيها نصيحه انه بعد الولاده بست اسابيع انها تيجي وتسوي فحص اخر حتى نتاكد انه ما عندها قابليه انه يصير عندها السكر النوع الثاني. هذول يجب انه قدر الامكان قديش ممكن برضه تغير النمط الحياتي قبل الحمل. ايوه، انه ما يصير عندها السمن الزايده، خاصه اذا كان في بالعائله ناس عندهم سكر، والدتها، خواتها، الى اخره. أيوه، تحافظ على وزنها قدر المستطاع، والاكل الصحي قبل الحمل ممكن أن نتفادى السكر أثناء الحمل. والسكر اللي موجود أثناء الحمل عند النساء برضو إحنا من الدول الأكثر انتشارا في العالم. صح فعلا. طيب دكتور، إحنا أنت عارف مستوى الخليج، نتكلم عامة سيدات الخليج بيصابون بالسكر، لكن أغلب سمنتهم بتكون في جهة البطن، أوكي، فتلقاها في نفس الوقت بتضعف جميع يعني من أنحاء جسمها، لكن البطن عندها تكون هي البارزة أكثر. فإيش نصيحتك؟ يعني هذا أغلب إحنا عندنا، خصوصا سيدات الخليج عامة. من هيك إحنا في هناك دراسات كثيرة بتقول إنه كنا بالأول نقيس محيط البطن، فإذا كان محيط البطن عند الرجل أو الإمرأة أكثر من المقياس النورمال اللي إحنا بنعرفه كأطباء، نقول إنه هذا الرجل أو هذه المرأة عرضة إنه يصير عندها السكر. ووجدوا كل الدراسات لأنه نسبة الدهون بتزيد حول الأمعاء. أيوة، وهذه هي السبب. بيكون عندنا إيش بنسميه ميتابوليك سيندروم أو هايبر إنسولينيميا، بيكون الإنسولين عالي في الجسم لكن لا يعمل على هذه الخلايا الدهنية، فبنكون عرضة للسكر أكثر من الآخرين. أيوة، حتى نتجنب سمنة البطن برضو إما بنغير النمط الحياتي تاعنا من وإحنا صغار بممارسة الرياضة الكويسة والأكل الصحي. طيب هذه احنا صغار، لكن اللي اصابوا اوريدي هم كبار، يعني كمسنين، ايش نصيحتك لهم اللي من الحاله هذول بالذات؟ انه برضو انه يمارسوا الرياضه ويتجنبوا الماكولات اللي ممكن تزيد السمنه. وفي بعض الحالات اذا كانت هناك سمنه مفرطه وما قادرين ننزلها بالحميه والمشي، قد نحتاج الى الجراحه. وكثير من الاحيان بعض الجراحات الحديثه في الناس اللي عندهم السمنه المفرطه ممكن ان يشفي السكري. سبحان الله. طيب يا دكتور سعيد، عندنا داء السكر القدم وداء سكر الفم، كيف يتجنبه؟ هو ليس داء، هو مرضى السكري عادة بتصير عندهم مشاكل في القدم. الجملة العامية القدم. أيوة، القدم السكرية طبعا، لأن السكر يؤدي إلى تصلب الشرايين ويؤدي إلى تلف أو اعتلال بالأعصاب الحسية والأعصاب الحركية. ولذلك بتكون مريض السكري عنده عرضة أنه يصير عنده التهاب أو أي جرح ممكن يسوي لنا جانجرين، أو يصير عندنا إسكيميا اللي هي تصير عنده تصلب بالشرايين بتاعت القدم، بتصير آلام. والقدم السكري ممكن نتيجة أي اللي نسميه الألصر أو قرحة القدم. أيوة، وهذا مهم جدا جدا لمرضى السكري أن يعتنوا بالقدم بالنظافة، ما يخلوش هناك جفاف، استخدام الكريمات. أيوة، شغلة الأخرى ما يمشيش حافي، ما يحطش إجرو على الصوبة مثلا. أيوة، لأنه ركز ممكن في هذه يا دكتور، لأن الأغلبية عندنا بالزبط عندهم عداوة مع حتى عندما يطلع مثلا في أماكن على الصحراء أو شيء ما يمشيش حافي. صح، وبنفس الوقت يختار الحذاء المناسب، ولا أقول حذاء طبي، الحذاء المناسب يكون حذاء عريض، ويحاول أحيانا ممكن نحط إيدنا نتأكد إنه ما في شيء من الداخل ممكن إنه يجرح الجلد أو يسوي لنا أي إريتيشن للقدم. ممتاز دكتور. طيب الكلى برضو السكري، هو السكر للأسف الشديد يؤثر على كل أعضاء الجسم، كل الأعضاء من ضمنها الكلى. وحاليا معظم مرضى الكلى اللي موجودين في العالم بما فيهم دول الخليج واللي موجودين على غسيل الكلى ويكلف الدولة مبالغ هائلة جدا، الغالبية العظمى هم عندهم السكر. أيوه، ولذلك لمنع اعتلال الكلية من مرضى السكري يجب المحافظة انه يكون السكر تاعهم في معدلاته الطبيعية،
وبنسوي احنا شيء بنسموه السكر التراكمي، يكون برضو اقل ما يمكن، اقل من 7% او 6.5% حسب ما يقرر الطبيب وحسب المريض. عشان كذا بيصابوا بالعطش كثير، بيكونوا دائما في قمه العطش، هذا بيكون السكر عندهم عالي. والشغله الثانيه هناك برضو لازم نحافظ على الضغط، يكون الضغط في معدلاته الطبيعيه وباعطاء العلاج اللازم. برضو لازم الكوليسترول تاعهم والدهون والشحوم الثلاثيه برضو تكون في معدلاتها الطبيعيه، وانه يراجع الطبيب باستمرار، وان نقيس نسوي تحليل لوظائف الكلى وتحليل بسيط نتاكد انه ما في زلال بالبول. الفتره يا دكتور لازم مريض السكر اللي يقعد يشيك دائما على نفسه، يعني احنا بننصح مو لازم انه لين يمرض ويتعب. بالضبط، احنا بننصح مريض السكر اذا كان عنده جهاز السكر انه يقيس سكره في البيت وسجل هذه القراءات عشان بس يروح لعياده الطبيب يورجي اياها. شغله ثانيه، كل 3 شهور أو 6 شهور على الاقل يسوي السكر التراكمي ويسوي وظائف الكلى والكوليسترول والشحوم الثلاثية، وأحيانا نضطر نسوي فحص الدم نتأكد ما عندوش فقر دم، أو نسوي إنزيمات الكبد، وأحيانا فحص الغدة الدرقية. فأنا بنصح أنه يراجع طبيبه كل 3 إلى 6 شهور على الأقل، وممكن كمان هو يهتم بنفسه كم فحص عبر زي الأجهزة اللي احنا شرحناها أمس. بالضبط، من المهم جدا أنه المريض يأخذ فكرة ويفحص سكره بانتظام. احنا بنقول له دائما يفحص سكره وهو صايم بعد الأكل بساعتين على الأقل، 2 إلى 3 مرات في اليوم، إلا إذا كان على الإنسولين. إذا كان على الإنسولين لابد من أنه يفحص السكر باستمرار، لأنه لازم نعرف هل أنه عنده انخفاض في السكر أو ارتفاع بالسكر. ويستطيع المريض بقياس السكر المستمر أنه يعرف شو الأكل اللي رفع سكره بهذه الطريقة ويتجنب هذا الأكل. يعني لأنه مو لازم أحيانا يكون سبب زعل. لا مش بالضرورة، لكن الزعل أو الاسترس بيرفع السكر برضو. هو فعلا احنا نتكلم عن حالات بنشوفها يعني تكون ما في أي زعل، أول ما يروح الدكتور مرتفع لا أنه زعلتوني، لا إيش الأكل اللي أكلتيه هناك. بالضبط، إذا هناك أكثر شيء الأكل. وهناك أهمية كبرى للطبيب وللمريض أن نعرف قديش السكر اللي بعد الأكل بساعتين قديش بيكون، لأنه في دراسات حديثة بتقول انه هذا السكر اللي بعد الاكل بساعتين من يكون مرتفع، اللي بنسميه احنا بوست براند يعني بلاد جلوكوز، ممكن اذا كان مرتفع رغم انه السكر هو صايم بيكون كويس. أيوة. هذا برضه بيسوي امراض في القلب وجلطات قلبيه اكثر من المرضى الاخرين. وانت عارف يا دكتور احنا مستوى الخليج عندنا مشكله مع التمر، وقلت هذا الموضوع كمان امس مع استاذه عاليه، فهو اكثر شيء احنا بنعاني منه موضوع التمر، على انه ما شاء الله هو صح مفيد لكن في نفس الوقت انا بالنسبه لي مضر جدا لمرضى السكري. يعني طب السؤال الاخير لك دكتور، الأشخاص المدخنين التدخين مع السكر يعني ما أدري يعني، فأنا أبغى نصيحتك أنت. هو التدخين طبعا مضر جدا لأشياء كثيرة ويؤثر على كل شيء من سرطان الرئة إلى كل السرطانات اللي ممكن تصير عند الرجل أو المرأة أثرها. أيوة. هو التدخين وإله علاقة بالجلطات القلبية وتصلب الشرايين وإلى آخره. وإذا كان المريض عنده سكر دائما السكر بيكون مصحوب بالضغط وارتفاع الكوليسترول، فإذا زاد وكان مدخن فبيكون الخطر مع أمراض القلب والدم فبيكون الخطر أكثر لإصابته بالجلطات القلبية والدماغية والقدم السكرية، لأنه أحد الأسباب للتصلب الشرايين في الساقين اللي بنسميه احنا مرات اسكيميك ليج، او بصير عندهم وجع في الرجلين انترميتنت كلوديكيشن او بريفرال باسكولار ديزيز، هذا سببه الرئيسي هو التدخين، واحد الاسباب لبتر القدمين عند الناس اللي ما عندهم سكر هو التدخين. فاذا اجتمع السكر والتدخين بتكون المصيبه كبيره جدا ومخاطره بتكون كثيره. والله يا دكتور انا امس قلت جمله وبعيدها مره ثانيه، صحه غاليه، وفعلا وهذا الكلام ترى لسيداتنا وكمان للرجال، لن تفكرون عنصريين طبعا ما عدا الحمى طبعا. يعطيك العافيه دكتور. وفعلا انت يعني غمرتنا بمعلوماتك الرائعه هذه. شكرا جزيلا. وان شاء الله باذن الله سيدنا مشاهدينا سيداتنا وسيدينا مشاهدينا تاخذوا النصيحه هذه وتهتموا. واليوم نذكركم مره ثانيه، اليوم 14 نوفمبر يوم المرضى السكر، ونتمنى لكم كل الشفاء بإذن الله. والآن ننتقل إلى زميلاتي ونستودعكم الله، نشوفكم إن شاء الله مرة ثانية في حلقات سيدتي. يعطيكم العافية. شكرا. شكرا للزميلة خلود من الرياض وضيفها، واسمحوا لنا أن ننتقل إلى فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. شراكة بين روتانا وفولكسفاجن يزفها وائل كفوري، ومحطة أسبوعية جديدة في رحلة استكشاف الذات مع هالة كاظم. بعد الفاصل لنتحدث عن رياضة ركوب الخيل، هذه الرياضة التي لا يعرف متعتها ولا قيمتها إلا من جربها وعرف أسرارها.
هذه الرياضة كما ذكرنا التي وجدت إقبالا كبيرا لدى السيدات السعودية. نعم فعلا لقب الفارس اقترن منذ زمن بالرجل، ولكن اليوم المرأة أثبتت أن لأنوثتها قوة وتأثير على هذه الرياضة الراقية، وكما نعلم أن كل شيء راقي يزداد رقيا بلمسة من الأنوثة. إذن اسمحوا لنا مشاهدي الكرام نتقرب أكثر وأكثر من هذه الرياضة عبر ضيفتنا في الاستوديو الفارسة دارين صبان. مساء الخير يا دارين. مساء حياك الله. أهلا وسهلا. إيش حكاية إقبال السيدات على رياضة الفروسية؟ أنت شايفة أنه في إقبال شديد مؤخرا صار عليها؟ هو الفرق بين أول ودحين إنه دحين صار في إمكانيات أكثر، صار في نوادي أكثر، صار الواحد يعني البنت لما تبغى تروح تتدرب تقدر تلاقي أكثر من مكان تتدرب فيه وأكثر من خيار، وفي نفس الوقت المجتمع تغير، فصارت حتى لو قررت إنها تسوي الشيء ده حيتقبلوه، مو زي زمان. يعني لو جات واحدة زمان قالت أنا بروح أتدرب خيل، ف يعني مستحيل أحد حيقول لها إنه يلا وروحي، فالناس كانت زمان مرفوضة. أيوة طبعا دحين صاروا لما تيجي تقولي لأحد أنا بتدرب خيل يقولك فين أبى أجي معاكي على طول. يعني قابلت كثير يقولوا لي فين على طول بيجوا معايا، فهو شيء يعني أتغير المجتمع، الإمكانيات، كل حاجة تغيرت. طيب دارين إذا توافقين الرأي، يعني في كثير من السيدات يحسوا أو حتى من الرجال كمان يفكروا إنه هذه الهواية أو هذه الرياضة صعبة، أنت دخلتي هذه التجربة، إيش هي الخطوات أو خطوات التدريب اللي تخليكي خلاص تقولي والله أنا فارسة الآن؟ شوفي هو كل شيء في البداية صعب، ما في حاجة سهلة، لكن أنت مرة على مرة حتتدربي، في البداية حتشوفي إن هو مرة صعب، حتحسي إنه أنت ما أنت فاهمة أي حاجة، إنه أنت أصلاً إيش رايحة بتعملي، لكن لو أنت استمريتي، لو أنت أصلاً حابة الهواية دي وكملتي فيها بعد كده حيصير كل شيء سهل، لدرجة انك بعدين لما تيجي رايحة تقولي طب يلا ايش حنسوي اليوم، لما مثلا يجي يحطوا لك حاجة معينة تقولي لا انا سويت الشيء ده ابى شيء ثاني. أيوة. طب ايش هي الخطوات اللي مريتي فيها؟ طبعا انت في البداية حتتعلمي كيف، يعني احنا شايفين على الشاشة الخطوات، خطوات التدريب، تكلمينا عنها شوية. أيوة. هو طبعا في البداية حتتعلمي كيف تطلع على الحصان لحالك، كيف تخليه يروح يمين يروح يسار يوقف، بعد ما خلاص تصير متمكنة من الشيء ده يبدأ يخلوك تتعلمي التروت اللي هو تخلي الحصان يهرول اللي هو يمشي شوية بسرعة، طبعا لها أشياء معينة أنت لازم تعمليها. بعد ما تتعلمي الشيء ده وخلاص تزبطيه تبدأ تتعلمي تخلي الحصان يجري اللي هو الكانتر، بعد ما يعمل الكانتر وتتعلمي وتتمكني منه تبدأ تتعلمي كيف تحولي من تروت لكانتر، من كانتر لتروت، تخلي الحصان فجأة يوقف، يعني كلها يعني تكنيك لازم أنت تتعلميها في البداية. تكنيك أو دارين نقدر نقول عنها علاقة بين الخيل والبني، يعني أنا أبغى أعرف نوعية هذه لا العلاقة. لا هي أشياء أنت تعمليها يعني باللجام برجولك بأنت كيف قاعدة فوق عشان تخليه يوقف. طب كيف علاقة الإنسان بالخيل كونك فارسة؟ طبعا الحصان يحس بالخيل، يعني الحصان يحس بالشخص اللي فوقه، يعني لو مثلا أنا كنت متوجهة على حاجز عشان أقفز، لو أنا خايفة طبعا حيوصل لغاية الحاجز ويوقف أو إنه يلف، مستحيل حيكمل لأنه هو عارف إن أنا خايفة من الشيء ده، يحس بخوفي. طبعا لو انا مثلا ابغى يطلع كانتر، اول ما يطلع كانتر لو حس ان انا خفت حيوقف ما حيكمل. يعني هي علاقه ثقه متبادله نقدر نقول، غير انها ثقه عشان هو عارف ان انت خايفه فهو ما يبغى يضرك، يعني الحصان بطبعه ما يضر الشخص، يعني حتى لو انت طحتي من فوقه حيبعد عنك عشان لا يؤذيكي، حيحاول ان هو يروح، يعني انت طحتي يمين هو يروح يسار، يعني حتى لو عارف انك انت خايفه أو 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 أنت خايفة منه. مش في بعض الأحيان بتشوفي في بعض الأحيان كونك فارسة وبتشوفي كتير سباقات خيول ما بتشوفي أو بتلاحظي إنه الخيل أحيان بيرفس أو بي بي بيرمي الخيال أو الفارس اللي فوقه؟ هو ما بيرمي، هو بيوصل، هو بيرفض لخوف الفارس نفسه أو لأنه في الأحصنة تختلف. يعني في حصان مستحيل يوقف مثلا قدام حاجز على طول يطلع حتى لو اللي فوقه خايف، في أحصنة لا لازم تكون عارفة إنه الفارس اللي عليها شايلها، يعني لو نطت هي حاسة بأمان فتنط، في أحصنة لا عادي يعني ممكن من هنا للصبح تقولي لها روحي أمشي ما تمشي، يعني يبغى لها قوة، فالأحصنة تختلف وتحس طبعا بالفارس اللي فوقها، يعني لو خايف أكيد حتعرف أنه خايف، ما حتكون يعني زي لما يكون اللي فوقها يعني خلاص تغلب على الخوف.
طب بدام احنا نتكلم عن جوانب الخوف والامان دحين، اكيد احنا يعني ما حنقدر يعني نتلافى تماما انه في هذه الرياضه وركوب الخيل في خطوره، كيف ممكن الفارس يحمي نفسه؟ طبعا اول شيء اللي هي الخوذه لازم تكوني لابستها حقت الخيل، غير كده لازم تكوني عارفه لو جيت تطيحي من الحصان كيف تطيحي صح، يعني تطيحي بطريقه انه انت ما تتعوري، يعني اكيد انت في وقتها حتقولي طب هو بيمشي بسرعه هو ما ادري ايه هو لا انت اوكي اول مره حتطيحي ما حتكوني منتبهه، بعد كده حتحطي في بالك انه لما انت حتيجي تطيحي انت حتكوني حاسه، فهو اهم شيء انك تعرفي كيف توصل للارض سليمه، فانت لو عرفت النقطه هذه ما راح تطيحي، وغير كده لو انت ماسكه نفسك في يعني في الحصان مظبوط طبعا هذه يبغى لها عضلات وتدريب يعني. طب الاعمار اللي يعني يعني بتروح عشان تتدرب او تطلب هذه الرياضه ما لها عمر، والاقبال الشديد من السيدات ما في عمر؟ ما في عمر، يعني انا ما شاء الله تبارك الله في النادي اللي انا بروحه في بشوف اطفال يعني 7 و9 سنين بيركبوا خيل وبيتدربوا ما شاء الله تبارك الله. كيف دول بيكون الفرق في علاقتهم مع الخيل عن الكبار؟ ترى كل ما كان الشخص أصغر كل ما كان تفاهمه مع الحصان أحسن، يا الله لأنه سبحان الله الطفل لما بيبدأ يتدرب أو الشخص الصغير ما بيكون خايف ما بيكون حاطط في باله أفكار زي اللي إحنا بنحطها، عشان كده بيكون التواصل بينه وبين الحصان يعني مختلف. سبحان الله دائما الأطفال يتعلموا كل حاجة أسرع من الكبار. ويعني انت كل بتقوليه دحين انه يعني علاقه الحصان بالخيال اللي فوقه يعني رغم سنه هي كلها استشعار طبعا ايش هو حاسس بايش الخيال اللي فوقه بالضبط، يعني حتى الحصان لما يشوف صاحبه يعرف انه هذا صاحبه ويعرف اذا صاحبه ده يحبه او ما يحبه. عرفتي يعني عارف حاسس، ممكن انا اجي للحصان هو عارف ان انا ماني صاحبته مستحيل حيسمع كلامي او مستحيل حيقرب مني، لما يجي المدرب اللي هو صاحب الحصان لا يروح له عادي يمشي وراه. هذا يخليني يعني يقودني الى سؤال ثاني، يعني دحين احنا نعرف انه الخيول انواع وكل حصان له امكانياته، مثلا حتى في بعضهم اللي يرقص واللي يجري واللي هذا حسب هم كيف مدربينه. ايوه بس يعني الخيل نفسه في اللي يقدر وفي ما يقدر، كل واحد عنده امكانيات او كل خيل له امكانياته له طريقته بالضبط. ايوه وكل خيال له قدرات، كيف ممكن الخيال ينقي الحصان الصح اللي هو على حسب قدراته يقدر يبدع معه؟ طبعا هو في البدايه الواحد لما يتدرب ما حيتدرب طول الوقت على خيل واحد، يعني لازم حيجرب كل الانواع. أيوة. في النادي وهو بيتدرب حيتدرب على الحصان الحار اللي هو يجري بسرعه يسوي كل حاجه يعني من دون ما هو يتعب، يعني لازم يجرب كذا خيل في الاول بعدين يحس انه هذا هو الخيل الانسب، حيفضل طول عمره هو بيتدرب يجرب كل انواع الخيول. مستحيل حيستقر على خيل معين، ممكن لو هو مثلا عنده حاجه قريب مسابقه او شيء يختار هو اكثر حصان يحس انه هو يتفاهم معه. كونك بتتكوني على التفاهم بتتكلمي عفوا على التفاهم بين الخيول وبين الفارس، اكيد مريتي ب يعني مواقف كثيره واشياء كثيره، حدثيني بس عن موقف كده صعب مريتي فيه مع الخيل او لحظات كده شويه فيها عفوا رهبه من الخيل او موقف تحطي فيه اي شيء. يعني شوفي انا الاحصنه الحاره انا اخاف منها، ما يعني ما اعرف ما اقدر اتحكم معها. يعني ايه احصنه حاره؟ حاره يعني اللي هو سريع، يعني ممكن بضربه بسيطه على طول يطلع كانتر، يعني ما يوقف قدام الحاجز ما عنده يعني ما عنده الخوف، عرفتي سبحان الله هذه من ربنا، فانا ما اعرف اتفاهم معاها لانه على طول احس انه كيف اوقف وايش اسوي. فالاسبوع مو الاسبوع راح قبل يومين لما رحت النادي خلوني اطلع على حصان زي كذا، وانا من البدايه قلت لهم انا ما ابغى. فطبعا المفروض انك انت تضربي على بطن الحصان بقوه عشان هو يطلع كانتر، طيب وتضربي بشويش عشان يطلع تروتل اللي هو الهروه، فانا لسه دوبي برفع رجولي عشان اضربه انه هو خبطته بقوه يهروه، لا خبطته بشويش بس هو طلع كانتر. فطبعا انا في وقتها على طول ايش اسوي ايش اعمل، فقالوا لي خذي دائره واخذت دائره وقفت قلت لهم طب خلاص انزل، قالوا لي لا حتقفزي ورحت وقفزت به برضه وسوى فيه نفس الحركه، بس الحمد لله ان انا ما طحت المره دي. عن جد الحمد لله على سلامتك، بس يعني طحت قبل كده كثير عادي. لا سلامتك اذا سلامتك. ويعني ما تتخيلي قديش احنا استمتعنا بلقائنا معك. كانت معنا مشاهدينا الفارسه دارين صبان، شكرا لك دارين.
شكرا لك. مشاهدينا حنطلع فاصل نواصل بعده حلقاتنا لليوم. شراكة بين روتانا وفولكسفاجن يزفها وائل كفوري. ومحطة أسبوعية جديدة في رحلة استكشاف الذات مع هالة كاظم. أهلا بكم من جديد، نتابع حلقتنا مع أكثر مواضيع وقضايا المرأة نشاطا على تويتر والفيديوهات الأكثر مشاهدة من قبل الإناث تحديدا. من أكثر التغريدات تفاعلا ونشاطا لليوم تغريدة للكاتب السعودي عبدالله العالمي يدعو فيها إلى الانضمام لمجموعة جديدة على الفيسبوك بعنوان لا للعنف ضد المرأة والطفل، وهي صفحة تسعى للحد من العنف عبر التوعية الإعلامية والاجتماعية واقتراح مشاريع أنظمة وقوانين للسلطة التشريعية لوقف العنف ضد المرأة والطفل ولمعاقبة الجناة. طبعا رابط المجموعة تجدوه مشاهدينا في صفحاتنا على تويتر والفيسبوك. أعتقد أنه هذه الحملة يعني ذكرها أستاذ عبد الله هي جاية من بعد قصة لما المعنفة وقصص كثيرة للنساء والأطفال خصوصا من العنف، وخصوصا أن هذا الشهر مشاهدين راح يكون 25 نوفمبر هو اليوم العالمي لإيقاف العنف ضد الأطفال والنساء. عموما من الهاشتاغات الأكثر نشاطا هاشتاغ سفر المرأة مراقب، بعد أن قام أحد المغردين بنشر تغريدة قال فيها وأنا مسافر مع زوجتي من جدة وبعد ما خرجنا من الجوازات تفاجأ بهذه الرسالة على جوالي. الرسالة طبعا النصية تقول تم خروج منى عبر مطار الملك عبد العزيز في تاريخ 14 نوفمبر. كانت أحد التغريدات من المغرد تركي شيخ قال أن هذه خدمة الرسائل مقدمة من الجوازات وفي التجديد وفي السفر دخول وخروج. أنا كمان شفت أحد التغريدات اللي لفتت نظري، واحد اسمه من المغردين اسمه عادل عجمي يقول سفر المرأة مراقب، عندي عامل هرب وغادر البلد ورجع وغادر البلد مرة ثانية والجوازات ما دروا عنه وما قدروا إلا على منى. التغريدات جدا يعني فعلا هي مع يعني نابعة من المجتمع، لو دخلتوا على الهاشتاج حتشوف تغريدات أجمل بكثير حتى من اللي قلنا لكم. هي عموما المشاهدين الأكثر مشاهدة على اليوتيوب كان فيديو نون النسوة، وهو برنامج اجتماعي ساخر يطرح القضايا الاجتماعية من وجهة نظر نسائية. نتابع الفيديو. أنت تطلع فيها كده تنجلطي. خالة شماتة وظيفتها السامية في الحياة الاستقعاد وتصيد الزلات. حتجيها تقولي لها خالة شماتة بستشيرك في حاجة، بشتري الحاجة الفلانية. اسمعي، روحي المكان الفلاني واشتريها، اصحك تروحي اي مكان تاني. وساعتها يا تسمعي كلامها وتشتري دماغ، يعني غالبا ده هو اسلم الحلول، يا انك تخالفيها وساعتها عندك خيارين احلاهما مروا، يا يطلع كلامك صح وساعتها ممكن تكون نوعا ما موضوعيه وتقول لك صح يمكن فلحت هذه المره تشتريها بس ترى مو كل مره حتفلحي، هذه المره مشيت معاك، يا يطلع كلامك غلط وساعتها شفتي قلت لك والله كنت عارفه. هي احسن اللي ما يسمع للناس اللي يبغوا له الخير يستاهل دائما انه كذا ولا عمره في حياته ما حيفلح. احسن اللي يجيب كذا جلطه مع شويه سكر كذا على شويه انسداد في الشرايين ارجو اسمع. خاله معرفه مو زي خاله شماته تخلينا نتكلم وبعدين تتشمت فينا. خالة معرفة ما تخلي أحد يتكلم أصلاً لأنه هي تعرف كل شيء. الليبراليين هلا قصدك الليبراليين إيوة أنا عرفتهم، أنا قريت عنهم اتفرجت عليهم في التلفزيون. والله هدول جماعة والله ماني عارفة من فين جايين، أظنهم جايين كده من قبيلة أظنهم كان اسمها بني ريبرال هدول، وجايين دحين يبغوا يغيروا عاداتنا وتقاليدنا. حسبي الله عليهم والله يقوم لهم قائمة إن شاء الله بإذن الله. والله أظنهم كفار. أو ممكن جداً خالة معرفة تيجي معك عند الدكتور وشوف إيش حتسوي. دكتور لا المعدة مو هنا يا دكتور، ترى أنا قريت إن هي فوق القفص الصدري. أصلي يا مدام حضرتك أنا فاهم شو أنت ما أنت داري، أنا عارفة أنا شفت المرة اللي فاتت لما كنت مع أبويا الله يرحمه كان يكشف على معدة فوق القفص الصدري. خلا معرفة يفضل جدا إنكم أنتوا كده تقعدوا معها كده وأنتوا كول ورايقين وتقطقوا على راسها ولا عليكم. الأخت خالة أبويا هذه الأخت تماما عايشة الدور إنه هي أبو الشباب، تدخل لنا كده وهي لابسة كده جينز كده واسع وكمان تلبس كده قميص برضو واسع وتفتح الأزارير من فوق. لو ربنا قدر لنا وسمعنا صوتها حنسمع شيء جدا عجيب، خليط كده عارفين كده الولد اللي دوبه بيراهق كده ويبدأ كده يبغى يقوم. ها أيوه طيب دحين جاية، أنا دحين جاية. حبيت مرة حبيت نونا النسوة خالة معرفة وخالة بويا،
بس اللهجة كتير من المنطقة الغربية في السعودية إن شاء الله تكونوا قدرتوا تفهموها لأنها بتتكلم مرة بسرعة. عموما مشاهدين راح نروح لصفحة سيدة النت على الفيسبوك، اخترنا لكم منها اليوم قضية مرحة أيضا، بعض الشيء بعنوان رفعت الأثقال فرفض خطبتها. لماذا لا يرضى الرجل أن تمارس زوجته أو خطيبته هذه الرياضة؟ وفي حال الرفض ما الذي يثير مخاوفه؟ حيث تتناول هذه القضية رياضة رفع الأثقال بشكل عام ومدى مناسبتها لجنس اللطيف، كما وتقدم الدراسة التأثيرات الفيزيولوجية والنفسية على المرأة والرجل جراء ممارستها. ولعل من أطرف ما كتب من تعليقات على هذا الموضوع، لأن السيدة تضرب باللسان فلا نريد أن نضرب بالبوكس. وتعليق آخر يقول: ربما لخوفه من أنه سيأتي يوم وتواجهه مواجهة عنيفة إن أخطأ في حقها. دائما النساء محتاجين لهذه قوة الدفاع عن النفس. عموما مشاهدينا خلينا نروح من السوشيال ميديا لأخبار المشاهير، وفيها وائل كفوري يحيي حفل توقيع الشراكة بين شركتي روتانا وفولكس فاجن، وراشد الماجد يطرح ألبومه الغنائي الجديد مطلع العام 2013. التفاصيل في التقرير. نبدأ من أبو ظبي، حيث احتفلت شركة روتانا للصوتيات بتوقيع عقد شراكة مع شركة فولكسفاجن العالمية للسيارات، وذلك باحتفال ضخم جرى على حلبة فورمولا 1 في جزيرة ياس. Rotana is a well-known company. They excel in what they do. They are the leader in the industry, like Volkswagen is worldwide, and it's a great fit with Rotana and Volkswagen. It is very important for us as Rotana because one of the first times, actually, I think it's the first time that all the units within Rotana are working together on such a big concept. حفل الشراكة سيترجم على الأرض قريباً من خلال رعاية فولكسفاجن للكليب الجديد للنجم وائل كفوري الذي غاب عن ساحة الفيديو كليبات لخمس سنوات مضت. With Wild we had the opportunity to launch a trailer with our Touareg and was a great fit to have the Touareg and Rotana. Volkswagen has a legacy of doing these things. In other countries they even name models and cars after bands and musicians. So there's a long history of BMW cooperating with the world of music. خلال الحفل تم عرض شريط مصور عن الحلة التي سيطل بها وائل كفوري في الكليب من خلال سيارة فولكسفاجن. فوري أحيى الحفل وغنى مجموعة من أغانيه الجديدة التي قدمها في ألبومه الأخير. يذكر أن الشراكة بين روتانا وفولكسفاجن سينتج عنها العديد من المشاريع المستقبلية. ننتقل إلى جديد الفنان راشد الماجد الذي حدد مطلع العام 2013 موعدا نهائيا لطرح ألبومه الغنائي الجديد في الأسواق وفقا لما ذكرته مصادر صحفية سعودية. أيام كم عشناها يا محلاها وشلون بس ينساها وشلون بس ينساها صار بسلامة يبخل وتمر سنة وما يسأل وشلون يا زمن الأول كذا تحول
ولعشرتك كذابة لعشرتك كذابة. الألبوم يتضمن 15 أغنية خليجية تعاون الماجد من خلالها مع عدة شعراء وملحنين اعتاد على التعاون معه في ألبوماته السابقة، منهم الشاعر ساري والملحنين أحمد الهرمي ووليد الشامي. أدري البعد أثر فيك وتدري البعد ذابحني حبيبي، الله يخليك أبي ترجع تريحني. وقد ذكر أيضا أن راشد يفرض تكتما شديدا على الأغاني التي يتضمنها ألبومه، وأنه يريد تقديم أغنية من ألحان أحد الملحنين الذي توفى حديثا، وذلك تلبية لرغبة الملحن. عشان الحب واللي بيني وبينك، عشان الحب عشان أيامي وسنينك، أبيك تراجع حساسك وتنسى جروحي وآلامك. حرام أن بهذا البعد تضيع أيامي وأيامك. مشاهدين الفاصل القصير وأخير نرجع من بعده مواصلين. محطة أسبوعية جديدة في رحلة استكشاف الذات مع هالة كاظم. أهلا بكم من جديد في القسم الأخير. تحدثنا في أحدى حلقات الأسبوع الماضي مع السيدة هالة كاظم عن ذات الإنسان والرحلة الطويلة التي يقضيها كل منا في استكشاف ذاته، وذات الإنسان مشاهدين تحتضن أفاقا لا متناهية من الأسرار والمكنونات العميقة التي تستمر طوال حياته في اكتشافها. فكل ما تعمق الإنسان في ذاته كل ما اكتشف المزيد والمزيد من الصفات والأسرار التي لم يعرفها من قبل عن نفسه. اليوم مشاهدينا سنتحدث عن حب الذات وعلاقة الإنسان بذاته، ومن جديد مع ضيفتنا السيدة هالة كاظم. أهلا وسهلا بك يا أستاذة هالة. الله يسلمك. خليني أسألك، حب الذات بمجرد ما أقول أنا فعلا إنسانة أحب ذاتي وعندي حب لنفسي، على طول الناس يتبادل لذهن أنه أنا إنسان أنانية. طبعا. إيش الفرق بين حب الذات والأنانية؟ قبل ما أنا حتى أقول هالشيء، النقطة اللي أنا أبغى أشرحها إن أنت عايشة مع منو طول الوقت؟ يعني أنت مع نفسك، يعني إذا رايلك ولا عيالك ولا صديقاتك، حتى في العمل جزء من يومك، لكن أنت تتعايشين مع ميساء 24 ساعة. نعم. لين ما الله سبحانه وتعالى يعطينا العمر، طولة العمر. فإذا أنا داخلي ما علمت نفسي أني أنا أحب نفسي، مب الأنانية. طبعا الأنانية هذا جزء نقدر في الحلقات اللي جاية نتكلم فيها، أنه في الأنانية وفي حب الذات بطريقة يعني مب صحية. لكن اللي أنا أتكلم فيه أني أنا لازم أحب نفسي عشان أقدر أحب صحية. غيري. كيف ممكن نحب نفسي بطريقة صحية؟ شوفي، كيف أحب نفسي أو كيف أحب ذاتي ينقسم لكم قسم. أول قسم أني لازم أشوف جسميا، أدخل إذا أنا لست مثل ما يقولون، قسمت الموضوع جسميا فكريا عاطفيا. الجسميا لازم أنا أفكر مثلا كيف أنا أكل، هل أكلي أنا صح، جسمي أنا صح، هل أنا أعطي وقت كافي للراحة، أعطي هالجسم اللي قاعد يشتغل ويروح ويمشي، ولا أنا قاعد بعد المجهود أو قاعد أشغله فوق طاقته. وعلى فكرة كلنا نسويها، يعني أنا عارفة إني مرات أمس حب النفس بعد يروح فوق وتحت. صح. ليش؟ في أيام تحبين نفسك أكثر تأكلين أكل صحي. صح. في أيام تروحين وتأكلين أشياء اللي هي مو مفروض تأكلينها. هذا بيكون ناتج عن داخلياً قديش أنا ما أحب نفسي فذاك اليوم عشان كده روح. يعني شوفي، هو لازم الإنسان يقيم إنه مو بإنك أنت إنسانة يعني سيئة، إن إحنا بس ما تعلمنا كيف نحب، إن نحب نفسنا. إن إحنا تعلمنا من الصغر إنه بس تعطين الناس، تعطين أهلك، تعطين ربعك، تعطين الشغل، وتعطين عيالك، كل حد، بس
انت او المفهوم اللي مثل ما يقولون ما مبين وايد ان انا مو مهم، انا في اخر الليستة، لكن كل حدا يجي قبل. في تفكيري انا ورسالتي انا في برنامجي رحلة التغيير، انا اقول اول انت، ثانيا انت، ثالثا انت، بعدين عيالك ورايلك واهلك وشغلك. عشان اذا انت كنتي سوية وانت عرفتي تعطين نفسك الراحة النفسية او الراحة الصحية تقدر تعطيها للحالك، تقدر تعطيها للحالك. يعني ذكرتيني يا استاذة هالة لما نكون في الطيارة كيف يقول لك اول حاجة حطي نفسك الكمامة بعدين حطيها للطفل اللي جنبك. بالضبط بالضبط، مثال رائع. يعني ان الواحد اذا قدر يفكر في نفسه، الحين احنا قلنا نفكر جسميا، شو عندي ضغط الدم ولا ما عندي، عندي السكر ولا لا، الأكل اللي أنا قاعدة أكل هل أكل صحي، هل أنا قاعدة أروح في الطبيعة، هل أنا قاعدة أتعلم عن جسمي، هل جسمي اللي قاعد يشيل الروح اللي يودي طب جميل يبت. هل في حدود لحب الذات؟ شوفي أنا أشوف أنه هو بعد هني النقطة أني حب الذات ما يكون في أنانية، نحن ما نتكلم، وقليل من أنانية شيء صحي، إني نفكر إني أهتم في نفسي شوية، إني مثلاً شيستوي مرات إني أنا من كثر ما ضغط على نفسي أي حق الناس أنسى، فشيستوي إني أنا ما قاعدة أستوي أنانية، فأحني أنا أقول الموازنة في الأمور، الموازنة في الأسلوب. الحين خلصنا الصحي اللي هو جسمياً، أفكر في كل الأشياء اللي طبعاً أنا ما أقول إن كل إنسان بيكون بيرفكت ويكون كامل طبعاً. لكن أنا قاعدة أقول نحاول، يعني أنا أحاول على الأقل أراعي الأكل اللي أنا قاعدة أكله، إن إذا كليت قطعة شوكولاتة صغيرة أراعي إني ما أكل زيادة عشان الكوليسترول يزيد، عشان عمري بعد مثلاً مع العمر الصعب الوزن ينزل، هالأشياء راعي عشان أنا لازم أحب هالة. الشيء الثاني لازم أنا أدخل في العاطفة، أتعلم عن نفسي، هل أنا عندي غضب؟ هل عندي حزن؟ عندي كبت؟ هل أشياء العاطفية اللي أنا أدخل فيها؟ هني تتعلمين عن ذاتك، نعم. تستكشفين ذاتك. طبعاً هي مو رحلة يوم ولا يومين ولا سنة، أنا ابتديت من 17 سنة أتعلم عن رحلتي مع ذاتي، إن أتعلم عن هالة وكيف هي، وإلى الآن بستمر وإن شاء الله آخر العمر. لكن وسبحان الله كل مرة استكشف شيء جديد، إن تستغربين أنت، ومع العمر مع الخبرات أشياء تتغير. أحيانا الواحد يوصل لمرحلة تأنيب ضمير، يعني تحبي نفسك وتقولي هذا الشيء الأفضل خليني أعمله لنفسي عشان أقدر أعطي للي حولي، بس تحس إنه في تأنيب ضمير وأنت بتعمل الحاجة. عشان شيء إذا وازنتي وعرفتي مفهوم حب الذات، إنه مو بإنك تهملين الناس. ما أنا أم لخمسة أولاد ما شاء الله تبارك الله، زين، وأنا زوجة وأنا صديقة وأنا أخت، لكن إذا أنا تعبانة كيف أنا أقدر أعطي عيالي ولا أعطي حفيدي ولا أعطيهم وقت الكافي؟ أنا تقصير يا عندي وأنا عندي إجهاد. خلنا نتكلم عن الجسد، جسدي، إجهاد جسدي. إذا أنا ما ريحت وما رقت زين صح، كيف أنا بروح أداوم؟ كيف أنا بروح أعطي الناس؟ هل في ناس بتكره نفسها بتكره ذاتها؟ أنا في رأيي نعم، في رأيي إن نحن ما نعرف شو نحب نفسنا، فيستوي إن نقصي على نفسنا. أنا قبل ما يخلص الوقت بس بغيت أقول التفكير، نحن قلنا العاطفة، قلنا الجسم، بعدين في التفكير. لازم أنا أتعلم أعرف عن تفكيري، اتجاه تفكيري، يعني هل أنا طول الوقت قاعد أشتكي؟ هل أنا سلبية؟ وإذا أنا سلبية ليش أنا سلبية؟ وطريقة السلبية من وين جاية؟ أسلوب تفكيري شو قايل؟ هل أنا بس يعني أنتقد الناس أو أنتقد نفسي؟ اللي صاير مرات ناس اللي أنت قلتي لي توج في ناس يكرهون نفسهم ولا لا، نوع من أنواع التأنيب الذات. أنت ما تعرفين، أنت ما تفهمين، أنت مو بشاطرة، أنت ما نجحتي، كل هالتأنيب هذا نوعية التفكير شديد. يعني انتهى الوقت، بس باختصار شديد كيف ممكن تنصح الناس انهم يكتشفوا ذاتهم وحبوا ذاتهم؟ هو لازم مثل ما قلت لك، هو ما يستوي شيء بسيط اقول لك كله في جمله، الا ان الانسان يبتدي يدق كل ابواب
نعم. اللي تقدر تساعده، دورات فيه، تتكلمين مع حد، تجلسين مع نفسك جلسات نعم. تأمل، وبنكمل الأسابيع الجاية إن شاء الله. أكيد راح نتوسع أكثر في مواضيع مختلفة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أنت. إذا مشاهدينا انتهت حلقتنا اليوم، للأسف كانت سريعة جدا، لكن إن شاء الله لقائنا يتجدد غدا 5:30 زي ما عودناكم بتوقيت السعودية عبر روتانا خليجية. إلى اللقاء.